أعزائي مشاهدي الكرمة في كل العالم، أهلا بكم لقائنا الجديد مع ما وراء الأحداث. والحقيقة النهاردة الحلقة يعني مملوءة بالأحداث. إحنا تقريبا كل يوم دلوقتي بتحصل أحداث جديدة وكثيرة في نفس الوقت. يعني النهاردة هنحاول نتناول مع حضراتكم القصة المثارة حاليا في مصر، وهو تسمم بعض طلبة الأزهر في المدينة الجامعية في المطعم، واحد من المطاعم يعني ألف وبه المفروض، لكن واحد منهم هم اللي أكلوا الفراخ المسممة ودخلت حالات كثيرة المستشفيات. وفوجئنا بانه اثناء حتى ما الشباب بيتنقلوا للمستشفيات ان في يافطات جاهزه وهجوم شديد جدا على انه المسؤوليه يتحملها شيخ الازهر ويجب اقاله شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب. كمان طبعا الموضوع بالنسبه لباسم يوسف اثار الحقيقه ضجه عالميه اعلاميه عالميه، واحلى تعليق حقيقي فعلا اتقال انه تخيلوا ان دي اكبر دعايه اتعملت لباسم يوسف على مستوى العالم واتكلفت بس 15,000 جنيه مصري. فعلا يعني الحقيقة الكل تحدث عن باسم يوسف في كندا، ألمانيا، إنجلترا، أمريكا، كله، لدرجة أن جون ستيوارت نقدر نقول اللي هو يعتبر إحنا باسم يوسف هو جون ستيوارت القاهرة، هو أول من بدأ في هذه البرامج ومعروف جدا في الولايات المتحدة الأمريكية ببرنامجه الساخر. ليه 15 سنة بيقدم هذه النوعية من البرامج الساخرة على الأحداث اللي بتحصل في أمريكا وعلى رؤساء أمريكا. عمل حلقة مخصوص بيتكلم فيها عن الرئيس مرسي وعن ايه هي التهم اللي موجهه لباسم يوسف، ونفاجئ ان هي نفس التهم اللي ممكن ان هي توجهها اسرائيل للرئيس محمد مرسي، وده هنتعرف عليه خلال حلقتنا. امور كثيره جدا الحقيقه، بجانب انه كان في بالامس 2 ابريل، احنا النهارده 3 ابريل 2013، بالامس كان ذكرى ظهور العذراء على كنيستها في الزيتون زي ما قلنا، الذكرى ال 45، وكان في قداس الصبح كان في المعلقه، كان القداس راسه الانبا البابا تودروس الثاني، وفي المساء كان هناك احتفاليه بمناسبه مرور 45 عام على ظهور السيده العذراء وتجليها في كنيستها بالزيتون. وحصلت بعض الامور اللي هنحاول نتعلق ليها ايضا في حلقتنا النهارده ما بين اللي بيتقال من الصحف ما بين الكشافه والصحفيين، وهنحاول نعرف يا ترى ايه هي حقيقه هذا الامر. فنبدا مع حضراتكم بسرعه كده بعض الاخبار معانا لغايه ما يكون معانا المتصل يعني الضيوف، ضيوفنا الكرام، بحيث ان احنا هنناقش معاهم كل الامور المثاره، ومن ضمنها كمان في امور حصلت في مجلس الشورى والقرار القانون اللي هو الغاء الشعارات الدينيه، الغاء حصر او حظر الشعارات الدينية، يعني الشعارات الدينية بقت مسموحة دلوقتي في الانتخابات. حاجات كتير هنتعرض لها مع حضراتكم، هنتعرض لها مع حضراتكم خلال حلقتنا. خليكم معانا، ما تروحوش هنا ولا هنا. نبتدي مع بعض الأخبار. والحقيقة بالنسبة للأقصر استقبلت أول فوج من أول أفواج السياحة الإيرانية. احنا كنا اتكلمنا إنه في قلق بسبب موضوع السياحة الإيرانية دي، سيدة مغطية رأسها لكن لابسة لبس ما علينا، لكن في سيدات أخريات كانوا من غير أي إشارات ومن غير أي حاجة. في ناس قالوا الله يا جماعة طب أنتم مال خايفين ليه من السياحة الإيرانية وقاعدين بتقولوا التشيع ومش التشيع، ما السيدات هم لما جم أزالوا غطاء الرأس، وإنه ليه ما تكونش دي سياحة فعلا هتجلب على مصر أموال. الموضوع ده على فكرة فيه حساسية، وزي ما عرضت على حضراتكم المرة اللي فاتت، لأنه هنا الموضوع ليه علاقة بالشيعة والسنة وليه علاقة بإنه دي أول مرة تفتح السياحة الإيرانية في مصر، وفي تخوف كبير جدا من أمور كثيرة لها علاقة بالتشييع. فمدينة الأقصر يوم الثلاثاء استقبلت أول فوج سياحي إيراني يزور المدينة التاريخية منذ قيام الثورة الإسلامية الإيرانية عام 79، وسط إجراءات أمنية مشددة أشرفت عليها شرطة السياحة والآثار بالأقصر. تجول السياح الإيرانيون البالغ عددهم 43 سائح، ودي بعض الصور اللي بنوريها لحضراتكم من هذه من أول فوج، يعني بعض الشخصيات من أول فوج جاء إلى الأقصر بالنسبة للسياحة. كان كمان بيتقال انه مش بس السيدات، لكن كان في كمان رجال اعمال، اطباء، مهندسين، والمفروض ان هم يعني اللي حصل انهم تجولوا داخل معبد حتشبسوت بالبر الغربي المعروف بمعبد الدير البحري وسط حراسه امنيه مكثفه.
منزل ممثل إيران بالقاهرة تحت الحصار يوم الجمعة، هل السلفيين هيسكتوا؟ هل الأمور هتعدي على كده؟ هل الأمور هتبقى إنها سياحة فقط؟ لا، الأمور زي ما قلت لحضراتكم واضح إن هي هتكبر وتكون أكبر من هذا بكثير، وبناء عليه قيادات داخل الدعوة السلفية وحزبها النور كشفوا عن إنهم قرروا قيادة حملة دولية ومحلية منظمة ضد الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين على خلفية عودة العلاقات المصرية الإيرانية ورعاية سلسلة وقفات احتجاجية للحركات السلفية هتكون أيام الجمعة أسبوعيا، يعني هتبتدي من الجمعة الجاية، وموضحة إن أول وقفة هتكون الجمعة المقبل أمام منزل القائم بأعمال السفير الإيراني، تليها وقفة أخرى أمام مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، لأن السلفيين زي ما بقول لكم باصين للأمر مش إنه سياحة، لا، إنه في خطر من الشيعة لدخولهم مصر وده خطر على السنة. نشوف مع بعض هذا الجزء من التقرير اللي كان من قناة القاهرة لبرنامج القاهرة اليوم بالنسبة للوقفة الاحتجاجية لمنع السياحة الإيرانية. بتنظم حركة صوار مسلمون وحركة الشريعة الإسلامية وبعض شباب التيارات الإسلامية وقفة احتجاجية أمام مقر جامعة الأزهر لرفض التغلغل الشيعي داخل مصر. الغرض من الوقفة الاحتجاجية دي إيه؟ الغرض الاصلي فيها هو منع السفير الايراني او القائم بالاعمال الايرانيه اللي هو مجتبى اماني من دخول الازهر الشريف وتدنيسه للمره الثانيه بعد يعني انقطاع الدوله العبيديه او الدوله الفاطميه من سنين طويله. هل الوقفه الاحتجاجيه دي بترفض السياحه الايرانيه ولا العلاقات مع ايران بشكل عام؟ احنا بنرفض التدخل او دخول المذهب او الفكر الايراني باي شكل من الاشكال، سواء كان عن طريق سياحه، اما العلاقات السياسيه او العلاقات التجاريه ديت احنا ما لنا نتدخل فيها، يعني ليس لنا اذا كانت مقننه بعدم تاثيرهم او وجودهم بطريقه تسمح لهم بالسيطره من اي وجه فده ما اسمه بيه. ما هي السياحه الايرانيه دي هتجر الينا نشر المذهب الشيعي، لان هم دول العالم بيفكروا عارضين على مصر 10 مليار دولار بدون فوائد وتسديد بعد سنه، وعارضين عليها تسد كل ان هي تسد كل احتياجاتنا من السولر والبنزين برضو عشان ينشروا المذهب الشيعي يتغلغلوا. يا حضرتك متواجد هنا عشان تمنع السفير الايراني من هو يعمل الندوه بتاعته جوه؟ كلنا كده، ورغم ان العدد كده بس برضو هنمنعه باذن الله، وان عملوا جوه ممكن نبهدل الدنيا هنا. زي ما شفتوا اعزائي المشاهدين وزي ما قلت لحضراتكم من واضح ان الامر ده هيتطور وهيكبر اكبر من كده بكثير، لان النيه دلوقتي ان كل يوم جمعه تكون في تظاهرات للاحتجاج ومنع التشييع ومنع نشر المذهب الشيعي في ايران ومنع اي تعاملات تكون مع ايران من اي شكل. وسط الاخبار الصعبه لكن الحقيقه دايما بتطلعنا، نشكر ربنا خبر حلو قوي، والحقيقه يعني نقول بطل هذا الخبر هو الدكتور مجدي يعقوب. الدكتور مجدي يعقوب مصر في قلبه، فعلا منسيش مصر بالرغم من ان هو يعتبر اكبر دكتور جراحه قلب على مستوى العالم، والسر مجدي يعقوب واخذ القاب كثيره وجوائز كثيره، لم ينسى الاطفال ولم ينسى الناس وخصوصا في صعيد مصر، وعلشان كده تم افتتاح المركز مجدي يعقوب بأسوان بحضور كوكبة من رجال الفن والسياسة، بحضور كوكبة من رجال الفن والرياضة والسياسة ومنهم الفنانة ليلى علوي، وائل غنيم، محمود الخطيب، نخبة من كبار الأطباء والعمل الاجتماعي والمجتمع المدني. افتتح المبنى الجديد لمركز مجدي يعقوب للقلب بأسوان، ويعد المبنى الجديد لمركز مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب اللي تم افتتاحه يعتبر هو المبنى الثاني اللي بدأ التشغيل التجريبي له مطلع عام 2013، ويعتبر امتداد للمبنى الأول. وكان أيضا هناك حضور لمحافظ أسوان لما له من أهمية هذا الحدث الجليل، ومع حضراتكم دلوقتي تقرير كانت عملته قناة أون تي في تغطية لهذا الحدث الرائع. الفن والرياضة والإعلام، افتتح جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب واللواء مصطفى السيد محافظ أسوان المبنى الجديد بمركز القلب بأسوان. ده يوم تاريخي لأن ده يكون له أهمية ضخمة جدا بتطور المعهد، لأن النهاردة بالبنى الجديد ممكن أن احنا نعالج ضعف العدد اللي احنا كنا بنعالجه على اعلى مستوى علمي بكل الزملاء اللي موجودين هنا، فده ان شاء الله كجزء كبير من اللي احنا عايزين نحققه هنا، لان ده
فيز 2 أو الحاجة التانية اللي اتعملت. الحاجة التالتة هتكون معهد أبحاث علمية إن شاء الله، فيكون في تكامل في المعهد. فالنهاردة يوم تاريخي خصوصا للأطفال العظمى دول. التشغيل التجريبي للمبنى الجديد بدأ مطلع العام الجاري، ويعتبر امتدادا للمبنى الاول ويتكون من 4 طوابق. حضرتك مريم من اول ما اتولدت يعني كان في سقم صغير شويه بس كويسه، يعني حالتها كويسه وبتلعب وبتجري وطفولتها عادي خالص، بس مع الوقت حست ان هي تعبت وجينا عملنا تحاليل استقبلونا احلى استقبال، وكان استقبال 10 على 10 يعني، وعملوا لنا كل احتياجاتنا من غير اي حاجه. يحتوي هذا المبنى على جناح متقدم للتصوير القلبي الى جانب وحده عنايه مركزه لحديث الولاده ولما بعد عمليات الاطفال واسره للاطفال والبالغين وخدمات دعم المرافق. وخدمه طبيه نموذجيه، انا مريت دلوقتي على المستشفى، حاجه رائعه وطفره واضافه لاسوان. انا بس عايز اكد برضو كم نقطه ثانيه يمكن قلتهم، ان هذه المستشفى كلها مبنيه على التبرعات، الحكومه ما دفعتش فيها جنيه واحد، بل على العكس تاني ان المبنى اللي هنا الجزء البسيط ده اللي سقط من المستشفى التعليمي بندفع، المؤسسه بتدفع ايجاره من تبرعات اهل الخير بالكامل، كل رجال الاعمال ومؤسسه مصر الخير للناس المحترمين اهل الخير دفعوا الكلام ده. وحاليا ان شاء الله في اول السنه الجديده هيتم توسع تاني في اسوان الجديده. وحضر الحقيقة يعني ده خبر جميل جدا، وربنا يقدر دكتور مجدي. وزي ما بنقول هذا الشخص العالم الجليل رجل مصري صحيح ومصري حقيقي، لأنه لم ينسى بلده بالرغم من كل الشهرة اللي هو وصل ليها، لكن بيحاول أنه يقدم خدمات مجانية للأطفال وللشعب المصري. ودي الحقيقة يعني أعتقد نتمنى أن كل اللي تميزوا خارج مصر أن هم يقتدوا بهذا المثل الرائع الدكتور مجدي يعقوب. نعود تاني بقى للأخبار اللي في محيط مصر والأخبار اللي ليها علاقة بالقانون وبالأحكام وبالسياسة. ومعانا مركز حقوقي بيقول النيابة العسكرية بتعتم على قضية بائع البطاطا. تتذكروا طبعا حضراتكم الطفل الجميل ده اللي كان للأسف الشديد تم يعني أنه قتل برصاصة وهو في ميدان التحرير أو قرب ميدان التحرير، وهو كان وظيفته بائع بطاطا. الائتلاف المصري حقوق الطفل بيقول ان نيابه شرق القاهره العسكريه فرضت اجواء سريه وتعتيما على اولى جلسات محاكمه مجند القوات المسلحه المتهم بقتل عمر صلاح اللي هو الطفل الشهير ببائع البطاطا، والمنظوره قضيته امام المحكمه العسكريه. موضحا الائتلاف المصري بيقول ان منع المحامين ايضا وايضا والد الطفل من الاطلاع على سير التحقيقات وما تم فيها من اجراءات وما جاء به تقرير الطب الشرعي وما انتهت إليه النيابة العسكرية في هذا الشأن. وهنا علامات استفهام كبيرة جدا، ليه التعتيم؟ المفترض أنه حتى لو قتل خطأ وزي ما هو بيتقال وزي ما طلع طبعا الحادث بتاع ماسبيرو برضو، يعني لما حصل دهس للشهداءنا الأقباط كلهم كان اتقال برضو أنه هو كان خطأ يعني، وأخده في النهاية كلام فاضي يعني. فعايزين برضو المفترض أنه يكون في اطلاع ويكون في شفافية في مثل هذه المحاكمات. في خبر الحقيقة هذا الخبر بيحمل أمور أكتر من أنه كونه أنه الانتربول الدولي يرفض ضبط شفيق لارتيابه في تأسيس القضايا ضده. احنا عارفين الفريق احمد شفيق موجود في الامارات وكانت اترفعت ضده قضايا كثيره، وطبعا عصام سلطان من اوائل الناس اللي بيشن هجوم شديد جدا ورافعين عدد كبير من القضايا، وكان في مطالبه بالانتربول ان هو يتم يعني تسليمه لمصر. فالانتربول الدولي رفض تسليم الفريق احمد شفيق. اللواء احمد حلمي مساعد وزير الداخليه لقطاع مصلحه الامن العام بيقول ان المنظمه الجنائيه الدوليه الانتربول الدولي رفضت طلب الانتربول المصري باصدار نشره حمراء بملاحقة المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق، معللا ذلك بارتيابه. ارتاب الانتربول الدولي عنده شك وريبة من أنه هذه القضايا لها بعد سياسي وخلفيات سياسية، خاصة أنه كان المرشح المنافس لرئيس الجمهورية الحالي الدكتور محمد مرسي. كتير جدا من التعليقات بتقول انه رفض الانتربول الدولي عفوا وهذا الكلام اللي اتقال انه في خلفيات سياسيه وانه الامر كده القضيه دي ممكن بتكون يعني فيها تسييس، يعني تعتبر قضيه مسيسه،
ده معناه رفض لسياسة ورفض لأداء الحكومة المصرية والرئيس محمد مرسي بالتحديد. يعني دي الأبعاد اللي لهذا الرفض، رفض الانتربول الدولي تسليم الفريق أحمد شفيق لمصر. عندنا كمان كلام بالنسبة لموضوع الشورى وقانون الجمعيات الأهلية، لكن ده هنتكلم فيه يعني بالتفصيل إذا جاءت معانا ضيفتنا اللي هتكلمنا على الموضوع ده، لأنه في قانون للجمعيات الأهلية وفي رفض لهذا القانون من قبل جمعيات أهلية كثيرة. ده كان تم يعني إحنا بيطالعنا كل يوم والتاني دلوقتي قوانين بتصدر من مجلس الشورى والأمور بتتصاعد، وحصل انسحاب من كثير من الأقباط الممثلين عن الكنائس وكثير من الأقباط اللي موجودين في مجلس الشورى، وقال لك احنا ما ينفعش نكون دميه، زي ما يكون مثلا هم ما كانوش عارفين من الاول ان هم دميه وان وجودهم مجرد زياده عدد ومنظر تكميلي فقط لا غير، علشان يتقال ان في اهو معارضين وان في مسيحيين اقباط في مجلس الشورى. وقلنا الكلام ده كتير لكن قالوا لنا لا احنا هنعمل شغل وهتشوفوا، لكن الحقيقه زي ما احنا كنا اتكلمنا قبل كده والنتيجه بينه، وانه دلوقتي انسحابات واعتراضات كثيره جدا على المسار اللي بتسير فيه هذه الجلسات في الشورى، وان هم اعتبروا نفسهم ان هم منظر وديكور ومعترضين على انهم يكونوا ديكور، رغم ان احنا قلنا لهم ده من الاول، لكن قلنا الايام هي اللي هتثبت. في خبر ايضا بيقال عنه انه نبأ وليس هناك تاكيد، لكن الحقيقه ان زي ما قبل كده حاجه ليها علاقه باسره الدكتور محمد مرسي وتعيين احد الافراد الاسره في منصب يعني في الرئاسه. قبل كده احنا برضو اتكلمنا وكان بيتقال انه ده نبأ على تعيين ابن مرسي في وزاره الطيران، والحقيقه طلع مظبوط، وفي الاخر قال لك تحدينا الاعلام والصحفيين وكله وفعلا هو تعين. النبأ اللي بالنبأ تعيين زوج ابنه مرسي سكرتير أول للرئيس ورئيسا لديوان رئاسة الجمهورية، يعني مش أي منصب كمان. تم تداول أنباء عن ندب الدكتور عبد الرحمن فهمي المدرس بكلية طب الزقازيق ونجل الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى. ما هي كلها في بيتها بقى، يعني عرفتوا دلوقتي العلاقة، يعني زي ما هو كان مش كان بيتكلموا على مبارك وأسرة مبارك والتوريث والكلام ده كله، في إثباتات كتيرة جدا أن الأسرة دلوقتي كلها هي الأسرة المالكة الحاكمة. أحمد فهمي هو رئيس مجلس الشورى، ابنه زوج ابنة رئيس الجمهورية شيماء. الخبر النبأ المتداول بأنه في أنه هيتم تعيينه سكرتيرا أول بديوان رئاسة الجمهورية منذ مطلع شهر، أنه تم تعيينه منذ مطلع شهر مارس الماضي، ومش عارفين بصراحة الخبر ده، ده نبأ يعني لسه مش متأكدين إذا كان صحيح أو غير صحيح، لكن احتمال كبير يكون صحيح. منظمة العفو الدولية معانا أي اتصالات؟ طيب، منظمة العفو الدولية بتناشد السلطات السعودية عدم شل شاب تنفيذا لحكم نصف قصاص. الحقيقة أنا لما قريت الخبر ده توقفت، يمكن أن أنا ما عنديش خبرة كافية بالنسبة للقانون السعودي وده طبيعي، لكن الحقيقة أول مرة أسمع عن أنه شل يعني هيشلوه. الحاجة الثانية نصف قصاص، يعني إيه نصف قصاص؟ يكون حاجة اسمها نصف قصاص في القانون، مش هو لقصاص لعدم قصاص؟ يعني لإما أن حد يحاكم وياخد قصاص، لإما أن هو لا يأخذ ويتم تبرئته، لكن الحقيقة أول مرة أسمع تعبير نصف قصاص. عموما الخبر بيقول، هي الخبر هنا أن منظمة العفو الدولية بتناشد السعودية، السلطات السعودية، عدم تنفيذ حكم بشل، يعني هيصيبوه بالشلل. شوفوا الحكم، إصابته بالشلل، يعني ده فعلا موته أرحم، لكن هنا بيقول لك إصابة حكم بشل شاب في 24 من عمره كان طعن قبل 10 سنوات جارا له مما أدى إلى إصابته بشلل نصفه. ده اللي هو القانون، العين بالعين والسن بالسن. طيب عموما يعني إحنا كده، يعني أنا هطرح على حضراتكم الخبر، لكن طبعا أتمنى يكون في استجابة لمنظمة العفو الدولية. نقلت المنظمة عن إحدى الصحف السعودية أن علي الخواهر أو الجواهر حكم بنصف قصاص والمتمثل بإجراء عملية جراحية له لإحداث شلل نصفي سفلي من الحوض إلى أسفل القدمين ليتحقق القصاص. هو قصاص ولا نصف قصاص؟ وهو في قصاص يقول أنك أنت تشل بني آدم؟ ده أي نوع من أنواع القصاص ده؟ عملية جراحية لإصابته بالشلل، لإحداث شلل نصفي، إثر إصابة محمد الهزيم بشلل نصفي بعدما طعنه الخواهر بسكين خلف رقبته. هو عمل جرم، لكن احنا هنا بنتكلم على ازاي يكون محاسبة الجرم بهذه الصورة.
وعموما نتمنى تطلعنا اخبار انه نجحت او استجابت السلطات السعوديه لطلب منظمه العفو الدوليه، لان ده ضد حقوق الانسان. يعني مش عارفه بصراحه، يعني سجن، يعني حتى لو كان مثلا هياخد اعدام لقتل، او يعني هو ما قتلش، هو شله، فالمفترض بتهيألي ان حكم زي كده بيكون حكم بالسجن يعني. والله اعلم، لان ده واضح ان دي ليها علاقه بقوانين السعوديه. خبر هل هو نبأ أو خبر أيضا، ولكن تناقلته الصحف وكانت هناك تعليقات كثيرة عليه. نحن جميعا نتذكر الحقيقة يعني المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين والجملة الشهيرة اللي قالها طز في مصر. فاجئنا المرشد العام السابق بأنه بيقول أنه هو انه يعني طبعا هو كان قال قبل كده في برامج ان ايه المشكله ان يحصل اخوانه في اجهزه الدوله، مؤكدا ان الرئيس مرسي رغم عدم تعاون بعض مؤسسات الدوله ومواجهته يعني هجمه اعلاميه شديده وقضائيه شرسه، باق في منصبه رغم انف الحاقدين. المرشد السابق مهدي عاكف بيؤكد ان الرئيس مرسي كل اللي بيجي على دماغه ده وكل المعاناه اللي بيعانيها دي وهو بيحاول انه يصمد، وفي نفس الوقت انه ايه المشكله ان يكون في اخوانه لاجهزه الدوله، وانه الرئيس مرسي باقي في منصبه رغم انف الحاقدين. هاجم المرشد السابق مهدي عاكف في حوار مع الجريده الكويتيه الاعلامي الساخر باسم يوسف بالقول انه يتطاول على اسياده. احنا مش قلنا كلمه اسياد دي ما يصحش انها تتقال؟ ما فيش حاجة اسمها سيد، واحنا كنا يعني كانت الثورة معمولة عشان قلنا مبارك وفرعون والامور اللي بتحصل دي كلها، واتكلمنا وقلنا، وحتى هو قال ومراته وزوجة الرئيس قالت ان هم خادمين للشعب وان دي وظيفة زيها اي وظيفة. ازاي بس حضرتك تقول للاعلامي باسم يوسف او لاي انسان في الدنيا ان هو بيتطاول على اسياده؟ يعني صعب. عموما بيقول معترفا بان قدرة الاعلام الاخواني على مواجهة الإعلام المعارض لا تزال ضعيفة جدا. عشان كده بقى كل يوم والتاني بتترفع قضايا، وصلت لرفع قضية كمان على جابر القرموطي، كمان استدعاء لجابر القرموطي والأستاذ ألبرت شفيق مدير قناة أون تي في. عموما بيقول إن بعض قضاة مصر، هنا بقى ده المهم في الخبر، بعض قضاة مصر يتربص بالرئيس خوفا من العزل وحول نزول الجيش وانقلابه على الإخوان. قال أنه كلام فارغ، المجلس العسكري والشعب لن يقبل هذا الحل، الجيش متواجد لحماية الوطن لأن الرئيس مرسي جاء بالصناديق ولن يرحل إلا بها. واللي قاله بقى المرشد السابق مهدي عاكف أنه إن هيكون فيه في الفترة القريبة عزل لثلاثة آلاف قاضي، عزل لثلاثة آلاف قاضي، هم شايفين أن هم متآمرين على الرئيس. وعلق كمان على انه المرشد الحالي مش فاضلكم، لان في ناس كتير طبعا بتتكلم وبتقول من يحكم مصر الان هو المرشد الحالي الدكتور محمد بديع، فهو الحقيقه عشان يخلص الموضوع مرسي باقي في منصبه، هيكون في عزل ل 3000 قاضي وان شاء الله، وانه كمان المرشد العام مش فاضلكم. من الأخبار من المرشد الإخوان السابق لوزارة الداخلية، وزير الداخلية لست مسؤولا عن سياسات الشرطة. لو سمعتوا الخبر ده من غير ما أقول حاجة بتهيألي أعتقد أنه هل حضراتكم أعيده تاني؟ معلش، وزير الداخلية بيقول لست مسؤولا عن سياسات الشرطة. بتهيألي المفترض أن الشرطة تابعة لوزير الداخلية، فلما يكون في تصريح مثل هذا كلنا نقول فيه إيه؟ الخبر بيقول أخلى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية مسؤوليته عن وضع سياسات الوزارة. معرفش إزاي، طب أمال الوزير إزاي؟ قال إن من يضعها المجلس الأعلى للسياسات والمجلس الأعلى للشرطة. طب ما هو أي سياسات بتتحط حتى لو مجلس أعلى المفروض تروح لحضرتك عشان تؤشر عليها لأن حضرتك الوزير، ده اللي احنا فاهمينه. فيما وصف سياسيون وخبراء أمنيون تصريحات الوزير بأنها غير مسؤولة وتعد نوعا من التهريج السياسي. حقيقي احنا نحن نعيش في مصر في هذه الأيام أزهى عصور الكوميديا السياسية بجد، وهقولها لكم كذا مرة في الحلقة. مصر تعيش الآن في أزهى عصور الكوميديا السياسية. وزير الداخلية بيقول ماليش دعوة بسياسات وزارة الداخلية، تهريج سياسي.
كشف إبراهيم اللواء محمد إبراهيم في حوار مع برنامج الحياة اليوم على فضائية الحياة مساء أمس الأول عن أنه نقل إلى رئيس الجمهورية أن الحل الأمني لن نقل إلى رئيس الجمهورية أن الحل الأمني لن ينهي حالة احتقان في مصر وأن الحل السياسي هو الأمثل، مشيرا إلى أن الرد في هذا الشأن يترك للقيادة السياسية. ده بقيه التصريحات اللي صرحها اللواء محمد ابراهيم وزير الداخليه اللي هو بيقول ان هو مش مسؤول عن وضع السياسات بالنسبه للشرطه. تمام. نروح بقى للخبر اللي انا هنتوقف عند بعض الاخبار السياسيه ونروح كده للكنيسه وكنيسه العذراء بالزيتون. وزي ما بقول لحضراتكم فوجئنا بخبر كان اتكتب في جريده الوطن بانه نقابه الصحفيين ادانت الاعتداء على عدد من الزملاء من رابطه محررين الملف القبطي على ايدي كشافه كنيسه السيده العذراء مريم بالزيتون اثناء تاديه عملهم ووصفته بالعمل الاجرامي. انا اسفه ده الخبر اللي مكتوب في جريده الوطن. والنقابه طلبت في بيان لها الكنيسة بالاعتذار الفوري والصريح للزملاء. ومعنا ومع حضراتكم الآن دكتور صموئيل متياس. دكتور صموئيل مدير الكشافة المسؤول عن تنظيم كل الأمور بالنسبة للكاتدرائية، وهنستفهم منه عن إيه حقيقة الأمر. برحب بحضرتك يا دكتور. دكتور صموئيل بشكر حضرتك وجودك معنا وبرحب بيك معنا لأول مرة في برنامجنا. شكرا جدا. اهلا بحضرتك. قول لنا احنا يعني يهمنا ان احنا نعرض الامر الحقيقي، فايه اللي حصل وهل كان في سوء تفاهم حقيقه هذا الامر؟ لانه يجب ان احنا نرد على الاخبار دي عشان الامور ما تكبرش اكتر. الحقيقه الامر في شقين. اول شق امبارح طبعا كان عيد العذراء. نعم. او يعني عيد تذكار عيد ظهور العذراء في الزيتون. نعم. وكان في اعداد ضخمه جدا من الشعب، مش بس شعب الزيتون، من شعب من كل يعني اماكن مصر جايه تاخد بركه العذراء في اليوم ده. وبالاضافه الى بركه العذراء كان في بركه يعني البابا توادروس. نعم. ان هو هيحضر الاحتفال، فكان في تزحم شديد جدا 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 من الناس. احنا عارفين حاليا طبعا الامور في مصر بالذات ما فيش النظام اللي هو المحكم اللي ممكن يساعد على الناس تكون يعني واقفه بانتظام او في نوع من الحواجز بحيث الناس تقدر. يعني انا عارف انه بعد دخول سيدنا الكنيسه الصغيره عشان يحضر بعض الناس كان لازم يطلع يروح للكنيسه الكبيره. كان في تزحم شديد جدا من الناس، والناس سيدنا نفسه ما عرفش يطلع، قعد جوه العربيه فوق ال 15 دقيقه مش قادر يطلع من العربيه. ده بعد ما زار. انا عارفه يعني عشان نشرح للناس اللي مش عارفين ان احنا الكنيسه اللي فيها البركه العذراء والسوره الظهور موجوده امام الكنيسه الرئيسيه، فلازم في بتعدي الشارع للكنيسه الكبيره، يعني الكنيسه الصغيره. فبعد ما زار الكنيسه الصغيره قعد في العربيه مش قادر يدخل للكنيسه الكبيره اللي المفروض فيها الاحتفاليه. قعد 15 دقيقه. نعم. ده خلى اولا الشباب اللي كانوا بره دول مش كشاف. انا بحب اقول بس دول مش فرق الكشاف. طب الاول بس افهم منك يا دكتور صموئيل، المفترض ان الكشافه حضرتك مدير الكشافه المفترض ان هم يكونوا منظمين لاي فعاليات تابعه للكنائس كلها ولا بس للكاتدرائيه؟ لا، هو الحقيقه ان في الكشافه بتتبع حاجه اسمها امانه العامه الكشافه وكتيبه الشباب اللي هي المشرف عليها نيابه الانبوبيه. ودي امانه بتضم غالبيه المجموعات الكشفيه، لكن في بعض المجموعات الكشفيه في بعض الكنائس مش منضمه ليها، مش متواجده جواها. فممكن كنيسه العذراء تكون من الكنائس اللي هي ليها الشباب المسؤولين من الكنيسه المجموعة خاصة بيها هم اللي بينظموا الدخول والأمور اللي زي كده. تمام. فاحنا يعني أولا يعني كان في تدافع شديد جدا من الناس، فالشباب اللي هو واقف على موضوع التنظيم ابتدى إن هو يحاول إن هو يعني يبعد التدافع ده عشان خاطر الظبط يدخل. فحصل أربعة بالطبع الزق والزحام وكده، لكن ده ما كانش موجه ضد فئه بعينيه، يعني ما كانش موجه لحد معين، يعني ما بنقولش للصحفيين انتوا بالذات لا، بالعكس كان اكيد موجه لكل الناس عشان تبعد، لان مش عارفين
ينزلوا مش عارفين يصبغوا من العربيه بس. فالتجارح اول حاجه كان في تجارح مش هو اللي ادى للموضوع ده، يعني مش عارفين ينزلوا لو مش عارفين يدخلوا الكاتدرائيه. هبتدى يحصل بقى، وبعدين خلي بالك الناس برضه ناس ثانيه كل واحد يزق. يعني أنا متخيلة المنظر، يعني متخيلة المنظر يا دكتور صمويل، إنه في وسط الزحام الشديد، وخصوصا إن إحنا سمعنا أيضا إن البيان اللي كان صدر من القس جورجيوس القمص، يعني القمص أنجيلوس عفوا، سكرتير قداسة البابا، بيقول كده إن ما حدث من اعتداء على بعض الصحفيين والمتوافدين لحضور الاحتفالية ناتج عن الزحام الشديد وتدافع المتواجدين لرؤية قداسة البابا، مؤكد إن اللجنة التنظيمية قامت بتنظيم الأمور على قدر استطاعتها، ولكن زيادة الأعداد المتواجدة فاقت طاقة استيعاب المكان بمراحل، وأن هناك 15,000 شخص حضروا داخل الكنيسة بالإضافة للأعداد اللي كانت خارج الكنيسة. يعني حضرتك النهاردة دلوقتي بتوضح أن الأمر ما كانش خاص بالصحفيين فقط، يعني لا بالعكس، كان يعني هم بيحاولوا يبعدوا كل الناس ايا كان بقى الموجود ده صحفي او غير صحفي، يعني كانوا بيحاولوا يبعدوا الناس عشان يقدروا يدخلوا. حتى حضرتك لو كنت تابعتوا الزياره امبارح، يمكن الزياره كان بيقول لكم في الفجر امريكا، لكن اللي تابع كان يشوف فتح بس باب الكنيسه الكاتدرائيه الكبيره عشان صحيح بابا تدخل، كان في تدافع شديد جدا من ناس كثيره جدا حول عربي، ما قدروش يعملوا كنترول. فده يعني لحد اكده اول تاكيد. ثاني تاكيد ان نيابه امضى ميسه مشرف على امانه الكشاف لسه منزل بيان يمكن هتشوفوه على كل مواقع صفحه الشهاده. مين يا فندم؟ يعني معلش دكتور صمويل، مين اللي منزل بيان؟ نيابه الانبا موسى مشرف نعم. الشباب ايوه اللي هو المشرف على امانه الكشاف. نعم يعني ممكن اقرا لكم البيان اللي هو يا ريت يعني يا ريت يا دكتور بعد اذنك. بيقول ايه؟ تعلن الامان العام للكشافه واسقفيه الشباب عدم صلتها بما حدث من بعض الشباب في الكنيسه العذراء بالزيتون، كما تشارك الساده الصحفيين في استيائهم من هؤلاء الشباب، راجين لهم تصحيح المسار اللي هو المطبوعات دي والانضمام لمجموعه الخدمه الكنسيه والامانه، هو بيقصد امانه الكشافه، تعلن احترامها للسيد نقيب الصحفيين دكتور ضياء رشوان وكل اسره الصحافه المصريه التي طالما ساهمت في تنظيم انشطه الكنيسه وكل وانتخابات البابا وكل الانشطه. نيابه موسى الاسقف العام. جميل. ومعنى هذا البيان يا دكتور انه دلوقتي الشباب اللي كانوا هجموا او اذا كان من التزاحم، وان مش دول شباب الكشافه او الامانه العامه للكشافه، ده بعض شباب من المتواجدين. ان شباب الامانه العامه للكشافه كانوا مع قداسه البابا في صباح نفس اليوم في كنيسه المعلقه، وكان قداس في منتهى الجمال تنظيميا و يعني واحتفاليا، وقدرت البابا قدر يسلم على فرد من الكنيسه الموجود. تمام. وكنا قبليها مع قدرت البابا في القداس اللي اقيم في العذراء مدينه نصر، وقدرت البابا وقتها سلم على اكثر من 6,000 واحد يعني من الحاضرين. بالظبط. وكان الامور ماشيه في منتهى النظام ومنتهى المحبه ومنتهى الاحتفاليه ومنتهى الفرح. فيعني احنا بنؤكد ان احنا يعني كشباب الكشافه اللي هم اللي انت شفتوهم نظموا انتخابات قداسه البابا وقداس القرعه وقداس التجليس، اللي طالما كل الناس افتخرت مش بس بالشباب، وكانت اعداد كبيره جدا، يعني كانت اعداد كبيره جدا حاضره في التجليس. يعني فاعتقد ان ده اكبر دليل انه شباب الكشافه عندهم مقدره عاليه للنظام. كان منظر حضاري جميل جدا، ومصر كلها افتخرت بالشكل العام الجميل للكنيسه المصريه. فمش معقول احنا هنيجي دلوقتي وبعدين كل الناس اللي هي اسيء اليهم، انا اعرفهم شخصيا وانا كلمتهم واعتذرت لهم الشباب دي، وقلت لهم احنا وهم عارفيننا وعارفين ان مش احنا يعني السبب في كده، لكن يعني لابد ان احنا نحتمل ونشوف ونحتوي بعض الناس اللي هي يعني ما كانش قصدها اكيد الصحفيين كفئه معينه، لكن اهو كانوا بيحاولوا على قد خبرتهم وعلى قد مقدرتهم. لكن زي ما قال ابونا انجيليوس فعلا الموضوع كان يعني الاعداد كانت عاليه وتفوق الخبره التنظيميه بتاعتهم في
لاستيعاب هذه الأعداد أو التنظيم. تمام. بنوع مرة أخرى يعني يعلم اللي حصل، فقدرنا من كل دول الصحفيين والصحافة، خاصة هم عارفين أنا بيجوا كتب رأيات بنستقبلهم بكل ترحاب وكل محبة وبنقدم لهم كل التسهيلات اللي نقدر عليها. تمام، نتمنى أن يكون في مكتب إعلامي يعني، وأعتقد ده هيسهل الأمر في كل الفعاليات الهامة اللي زي كده. يعني حقيقة دكتور صمويل أنا بشكر حضرتك جدا لهذا الإيضاح، بشكر القمص أنجيلوس وبشكر نيافة الأنبا موسى فعلا للاستجابة السريعة وتوضيح الأمر، لأنه كان الخبر زي ما كان مكتوب أنه كان نقيب الصحفيين الأستاذ ضياء رشوان كان طالب طبعا اعتذار رسمي، وأعتقد أنه كده الكنيسة لم تتوانى وكانت بسرعة شديدة جدا قامت باثنين بيان، بيان من القمص أنجيلوس باعتباره سكرتير قداسة البابا تاودروس، وأيضا الأنبا موسى أسقف الشباب المسؤول عن الأمانة بالنسبة للكشافة. بشكر دكتور صمويل متياس رئيس الكشافة والأمانة العامة للكشافة، بشكره جدا لوجوده معنا، وأعتقد الأمور وضحت علشان بس أعزائي المشاهدين، لأن هتلاقوا أخبار مبالغ فيها جدا، دول سحلوهم وضربوهم وعوروهم وبهدلوهم، وبعدين في النهاية إيه؟ دول صحفيين أقباط يعني مسيحيين، فمش مفترض بتهيالي الصورة بتبقى كانت مبالغ فيها جدا. مع الأعداد دي إحنا شفنا يعني، إحنا شفنا حتى في الأعداد الكبيرة وقت أخذ البركة من جسد قداسة البابا شنودة المتنيح إن التزاحم كان أدى لموت بعض الشباب، فبالتالي في التزاحم ممكن يحصل أمور كثيرة، لكن ما يبقاش ما ينفعش إن تلقى المسؤولية على مجموعة بعينها، أو إنه يتقال إنه شتموهم والصحفيين وقالوا لهم مش عارف لا صحفيين ولا حاجة وإن سحلوهم وإني وإني يعني. إحنا يعني المفهوم إنه طبعا مع التزاحم تعرضوا للضغوط والأمور كثيرة جدا وممكن المنع والكلام ده كله، لكن في وسط هذه الأعداد 15,000 ونحن نعلم، اللي عارف كنيسة العذراء يعلم إن هي مساحتها صغيرة، مساحة الشارع اللي بره أيضا لا يتسع لكل هذه الأعداد، وإنه يعني مش زي الكاتدرائية مثلا يعني. فإحنا كده وضحنا الأمر. نعود بقى مع حضراتكم للأمور الأخرى ونستكمل معاكم باقي الأخبار اللي معانا النهاردة. والحقيقة يعني هنروح بقى من الكوميديا السياسية. احنا اتفقنا ان احنا مصر في هذه الأيام تعيش أزهى عصور الكوميديا السياسية حقيقي، سواء من الرئيس محمد مرسي أو من الأمور اللي بتتعمل من الاستدعاء باسم يوسف والصحفيين والإعلاميين وكل الأمور دي كلها، وبتوصل للعالم بشكل طبعا يعني الحمد لله مشرف جدا. كمان رئيس الوزراء الحقيقة كان أعلن عن أنه فتح حساب على تويتر أو على فيسبوك، وأنه بقى إيه انضم لهذا الحساب أعداد كبيرة في وقت صغير، وأنه هو بيتفاعل مع هذه الأعداد وبيرد على تساؤلاتهم، وفوجئنا وفوجئ الجميع، ومن ضمنهم الحقيقة تعرضت لهذا الخبر مجلة فورين بوليسي الحقيقة، وكتبت أنه رئيس الوزراء بيلعب لعبة السنافر، زي ما أنتم شايفين الصورة اللي قدام حضراتكم، أنه ده الحساب الخاص بالدكتور هشام أنديل رئيس وزراء مصر، وأنه دي لما اللي عارف الحاجات دي بيعرف أنه كل ما بتيجي تلعب لعبة على تويتر أو على فيسبوك المفروض أنه هو بيعمل نوتيفيكيشن لأنه انت وصلت لانهو ليفل او عديت مين او عملت ايه. فالحقيقه لعبه اسمها السنافر، اللعبه دي لقوا ان طبعا الدكتور هشام انديل وصل يعني لليفل كويس، والدكتور سمرف اللي هو المفروض في اللعبه دي بينصح بالكعك والفطائر وتوت السنافر كجزء من نظام غذائي. هذه النصيحة للدكتور هشام أنديل ظهرت في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر خاصة بلعبة قرية السنافر. والمفروض ان ده كان من اللي بيبان كمان لما بتبقى فيه تويتة او كده بتبان انها من المحمول من التليفون الموبايل، ولقى بسببها سيلا من الانتقادات من بينها نصيحة له من مجلة فورين بوليسي الأمريكية بتقول له ابعد هاتفك المحمول عن الأطفال، لأن الطبيعي طبعا الرد اللي هيرده دكتور هشام أكيد هيقول لك ده الأطفال، فهم قبل ما هو يقول كده قالوا له ابعد تليفونك هاتفك المحمول عن الأطفال. وقالت المجلة في تقرير نشرته أمس الأول بعنوان رئيس الوزراء المصري يتحمل نقد تغريدة السنافر، إنه مع دخول الاقتصاد المصري مرحلة الأزمة يعتقد البعض أن المسؤولين الحكوميين سيكونون منشغلين
شاغلين بإيجاد حلول لتلك الأزمة، لكن رئيس الوزراء يبدو أنه وجد بعض الوقت ليلعب السنافر على هاتفه المحمول، وأشارت إلى أنه حذف التغريدة بعد الهجوم الشرس عليه حسب وصفها من نشطاء الموقع. الحقيقة يعني الصورة زي ما أنتوا شايفينها، واللي عندنا كمان كان الحقيقة طبعا الإعلامي عمرو أديب مش ممكن هيعدي الفرصة دي، غير أنه هو هيقدم نصيحة أيضا وهيقدم الحقيقة رسالة لرئيس الوزراء المصري الدكتور هشام أنديل، ونستمع إلى الإعلامي عمرو أديب. هشام أنديل مشغول بلعب السنافر امبارح، والله العظيم مجلة أمريكية منزلة إنه على الموقع بتاع هشام أنديل بيكلموه على المستوى اللي هو وصل له في لعبة السنافر. رئيس وزراء مصر اتفضل أهي، ونازلة فين؟ في الأهرام، في الجريدة الرسمية المصرية، بيقولوا له يعني أنت وصلت لأني مستوى في لعبة السنافر؟ سنافر إيه؟ ده إحنا اتصنفرنا. اتصنفرنا والله. بابا صنفور لازم يمشي. محتاجين حد سوبر، محتاجين عقلية اقتصادية جبارة، محتاجين حد عنده قدرة على انه يعمل معجزة، على انه يبقى ساحر. الراجل ده مش نافع. انت ليه مصر عليهم؟ ليه مصر على الناس قرايبك اللي انت حبايبك دول؟ اخلص من خيرة الشاطر، واخلص من الناس دي وكل، واخلص من الجهات دي كلها، وهات مصريين. على فكرة انت اللي كسبان. هيقولوا ان الرئيس محمد مرسي نقل البلد نقلة اقتصادية محترمة، ما كله ليك، ده عليك. السنافر دي عليك. بابا صنفور ده عليك، على الموقع الرسمي بتاعه. احنا وصلنا للسنافر يا ريس. عنده وقت يلعب. المزرعة السعيدة ده شغل تاني. لا تعليق. الكلمة الشهيرة ليه؟ خلاص عمرو أديب علق، والحمد لله رئيس وزراء مصر بيلعب بالسنافر، هي لعبة السنافر. نروح بقى للأمور الصعبة، وطبعا ربنا يشفي كل الطلبة يعني ويكمل شفاهم لو لسه في حد في المستشفيات. بالنسبة لتسمم طلبة أو طلاب الأزهر، هل هي مؤامرة لإقالة شيخ الأزهر أم استغلال موقف لاستكمال مشروع التمكين وأخوانة الأزهر؟ طيب اللي بيقولوا أنها مؤامرة بيقولوا مؤامرة ليه؟ حضراتكم لا تنسوا قانون الصكوك اللي هو كانوا مسمينه إسلامية وبعد كده ما عرفش سموه صكوك إيه، وكان مفترض إنه يروح للأزهر علشان يعني يوثقوا أو يعني يوافق عليه، والأزهر مش موافق، وشيخ الأزهر أعلن ده أكتر من مرة إنه غير موافق على هذا القانون وبالتالي لا يمكن تمريره، لكن الشورى مصرين والرئاسة مصرة إنها تمرره. وبالتالي من هنا بقى جاءت فكرة إنه في مؤامرة عشان شيخ الأزهر هو اللي مش موافق على هذا القانون. المجلس الأعلى للأزهر يصدر قرار بإقالة الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر على خلفية تسمم نحو 600 طالب. المجلس الأعلى أصدر هذا القرار بعد وقعة التسمم، ولأن في طلبة كتير راحوا واعتصموا. دعا المجلس الأعلى للأزهر لتشكيل لجنة عائلة لإجراء انتخابات على منصب رئيس الجامعة، وسادت الحالة من الفرحة بين الطلاب بعد صدور قرار إقالة العبد. في الأزهر مجموعتين، مجموعة اللي هو اتحاد طلاب الأزهر، وفي مجموعة اتحاد الطلاب الإخوان في الأزهر. فحتى اتحاد الطلاب اللي هم العاديين اللي هم طلاب الأزهر اللي ما لهمش انتماءات يعني سياسية معينة، كانوا قالوا إن مطالبنا إقالة رئيس الجامعة ونوابه، لأن هم بيعانوا من مشاكل كتيرة من فترة، فبالتالي ده كان مطلبهم، وإن يتم النظر ويكون الإشراف في إشراف صحي كامل على الطعام في المطاعم، وده طبيعي إن لما تحصل مشكلة زي كده تكون دي المطالب. لكن شباب الإخوان اللي هم اتحاد شباب الطلبة اللي هم من الإخوان كانوا جاهزين باليافطات بتاعتهم، وكل طلبهم إنه يجب أن يتحمل رئيس الشيخ الأزهر المسؤولية السياسية، لأنه لازم هو المسؤول سياسيا الأمور كلها اللي ليها علاقة بالأزهر وبالجامعات وكل حاجة بتخص الأزهر المفروض أنه بيرأسها شيخ الأزهر، فقال لك هو اللي يتحمل المسؤولية السياسية ويجب أن يقال.
طبعا عندنا نشطاء مش ساكتين، اتكلموا بقى وعاتبوا مرسي وقالوا له انت مش فاكر وقت الحادث بتاع اسيوط، خلينا ما نقولش حاجات كتير. طبعا كله قال يعني هو الرئيس ما تحملش مسؤوليه سياسيه لحاجات كتير جدا ليه، لكن وقت الحادث بالتحديد بتاع الاطفال، ودول على فكره كانوا اطفال معاهد ازهريه، لا شفنا حد وقف بيافطات ولا شفنا اعتراضات ولا شفنا اي حاجه خالص، ده حتى ما راحش زارهم، لكن الرئيس راح زار بعض الطلبه في المستشفيات الفخمه اللي كان كل مريض نايم على سرير واحد من اللي هم الطلبه المسممين اللي اصابوا بالتسمم، لكن كان في مستشفيات تاني كان السرير الواحد فيه ثلاثة. عموما بيقولوا له يا ريس، ساعتها كل الردود اللي اتردت علينا وقالت لنا لما قلنا ان الرئيس بيتحمل المسؤوليه السياسيه لحادث كبير مثل ده، احتضام قطر بحافله باتوبيس وماتوا فيه اطفال 51 طفل وطفله من المعاهد يعني يعتبر تابعين لمعهد ازهري، ساعتها ترد علينا وقال لنا هو يعني رئيس الجمهوريه اللي كان سايق الاتوبيس ولا هو اللي كان سايق القطر؟ طب يعني دلوقتي الرد الواقعي هو يعني شيخ الازهر هو اللي كان طباخ في المطعم؟ مش كده ولا ايه؟ فلو الرئيس تحمل مسؤوليه سياسيه على كل الحوادث وعلى كل المشاكل اللي حصلت في مصر، يجي شيخ الازهر يتحمل هذه المسؤوليه ونعتبره ان هو اللي كان بيطبخ في الازهر يعني؟ فطبعا يعني الحقيقه هذا الامر اعزائي المشاهدين امر غريب المنظر الحقيقه. طيب احنا معانا ومع حضراتكم الان الحقيقه في هذا الموضوع، واحنا معانا بعض الفيديوهات ومعانا امور كثيره بالنسبه للموضوع ده لانه ده كان موضوع هام جدا. فاحنا معانا الدكتور مصطفى الشيخ، عفوا مصطفى عفوا انا كنت احنا كنا بنحاول ان يكون معانا الشيخ محمد عبد الله، لكن معانا دلوقتي الاستاذ مصطفى السيد صحفي بالمصري اليوم، وهو كان بيغطي هذه المظاهرات اللي هي تحولت الى اعتصام. استاذ مصطفى برحب بحضرتك معانا. انا قول لنا حضرتك الوضع، طبعا كانت هل حضرتك رصدت الموضوع منذ الفتره الساعات الاولى اللي لقينا فيها صور ليه الطلبة من الأزهر ومعاهم شباب من الإخوان رافعين يافطات بتطالب بإقالة شيخ الأزهر؟ لا يا فندم، لما حصل حالات التسمم والموضوع صعد وحصل مظاهرات وحصل اعتصام، انا كنت مع الطلاب امبارح في الاعتصام، يعني كنت منضم اليوم بغطي فيها ميدانيه. الطلاب قالوا لي احنا مطلب شيخ إقالة شيخ الازهر ده هيبقى مطلب تصعيدي، ان لم يقيل الاستاذ اسامة العبد رئيس الجامعه هنطالب إقالة شيخ الازهر لانه ينتمي الى التيار السوسي، وانه من فنون النظام السابق وكان مش عاجبه مثلا السياسات، فهذا سيكون مطلب تصعيدي ان لم يقيلوا ان لم يقيل شيخ رئيس جامعه الازهر الاستاذ اسامة طيب، لكن ما هوش مطلب اساسي. طيب وحصل النهارده الحمد لله اهو المجلس اصدر قرار باقاله الدكتور اسامه العبد، رغم ان هو كان في كمان مطلب تاني، يعني انا شفت احدى الطلبه وهو بيتكلم في احدى اللقاءات التلفزيونيه كان بيطالب بانه كمان يتم اقاله نوابه، لكن عموما اللي احنا عرفناه انه الاعتصام اتفض وانه كان في سعاده بمثل هذا القرار. هل حضرتك شايف انه ممكن يكون في تصعيد تاني ولا كده خلاص الامر هينتهي عند هذا القرار؟ نعم. انا النهارده كنت موجود في جامعه الازهر، كان في بعض الطلاب عاملين اعتصام طوارئ داخل مبنى اداره الجامعه، لما وصل لهم قرار باقاله رئيس الجامعه اسامه العبد رفضوا فض الاعتصام لحين بدا التحقيق مع كل من تاثرت وتطورت في هذه القضيه، والحين اقاله ثلاث نواب بتوع رئيس الجامعه. هم قالوا لي ان احنا مش هنفض اعتصامنا لحين التحقيق مع الناس واقاله الثلاث نواب، لكن بالنسبه للاعتصام في مشيخة الأزهر ده تم فضه فعلا. طيب يعني كان في اتنين اعتصام دلوقتي أستاذ مصطفى، الاعتصام اللي في مشيخة الأزهر تم فضه الحمد لله، الاعتصام التاني معلش كان فين؟ أأكد بس من حضرتك مكانه؟ في إدارة الجامعة، ده إدارة جامعة الأزهر، حوالي من 10 ل 15 طالب بس يعني. طيب ودول موجودين يعني لسه موجودين يا أستاذ مصطفى؟ موجودين، انا كنت ساعه صدور قرار اقاله اسامه العبد رئيس الجامعه، وكان في فرح عارمه وطبول ورئيس افاد باسقاطه، لكن طالبوا ان احنا مش هنفض الاعتصام غير لما يتم تحقيق فتح تحقيق موسع مع كل من سبق تورطه في هذه القضيه واقاله الثلاث نواب بتوعه، لان طبعا
طيب انا بشكرك يا استاذ مصطفى، لان بس بدا الصوت ان احنا مش هنستمع، لكن عموما احنا كده بنشكر حضرتك جدا انك وضحت لنا زي ما انا كنت سمعت احد الطلبه في هذا الامر، ان هم مصرين مش بس اقاله اللي هو يعتبر رئيس الجامعه دكتور اسامه العبد، لكن كمان الثلاث نواب، لان هو قال لك احنا مش عايزين نتفاجئ بعد كده انهم صعدوا لمنصب الرئيس واحد من نوابه، لان كلهم مشتركين الحقيقه في انه في امور كثيره مش بس موضوع الطعام الفاسد دلوقتي. وزي ما قال لنا دلوقتي الاستاذ مصطفى، انا بشكره جدا، من صحفي مصر اليوم، انه المعتصمين عددهم قليل اللي هم في مبنى الاداره مصرين على استمرار الاعتصام لحين التحقيق وكمان اقاله النواب. عموما خلينا نشوف مع بعض الحقيقه كل الناس توقفوا عند انه ما تفتكروش ان مثلا يافا طاطا، انا مش عارفه اذا كانت معانا الصوره اللي هي اعتقد معانا الصوره اللي هي كانت على حد يفسر لي الكلام ده، لا معلش، الصوره اللي هي واضح فيها اليافا طاطا اللي هي في عربيه اسعاف معاهم بينهم وبتقول ان حد يفسر له، ايوه الصوره دي، الصوره دي طبعا اول صوره انتشرت، لو تاخدوا بالكم العربيه البرتقاني دي عربيه الاسعاف، كان الوقت ده اللي هو المفروض لسه عربيه الاسعاف رايحه عشان تنقل طلبه تاني، فاللي قال لك اللي علق على هذه الصوره بيقول حد يفسر لنا الكلام ده، ازاي تجون حالات التسمم بتاعه جامعه الازهر لسه ما اتحركتش من مكانها المدينه الجامعيه، وتلاقي عشرات بل مئات اللافتات المطبوعه، مش مكتوبه بخط الايد، لا دي مطبوعه جاهزه ومعده سابقا طلعت فجاه. لما بيكون في مشكله في الكهرباء الحكومه بترفض انها تقيل وزير الكهرباء، لما بيكون في مشكله في الداخليه الحكومه بترفض انها تقيل وزير الداخليه. على هذه الشاكله مشاكل كتير في وزارات كتير، والحكومه بترفض اقاله اي حد بما فيهم كمان دلوقتي الرئيس، لما جينا نحمله مسؤوليه اي حادث من الحوادث الكبيره اللي حصلت قال لك الرئيس مش مسؤول. فبيقول بقى حد يقدر يقول لي التساؤل هنا، ليه النظام الاخواني عايز يمشي شيخ الأزهر مش بس رئيس الجامعة، وليه ده بيتزامن مع عرض مشروع السكوك على الأزهر للمرة الألف علشان يتمرر والأزهر رافض أنه يتمرر؟ خلينا نشوف مع بعض بعض التعليقات دلوقتي. عندنا تقرير من بلدنا بالمصري، وركزوا ان في هذا التقرير زي بقول لحضراتكم مش بس الطلاب اللي خرجوا باليافطات، لكن كمان الدكتور عصام عريان في مجلس الشورى الحقيقة كان له هذه الجملة بانه يجب على رئيس على شيخ الازهر ان يتحمل المسؤوليه السياسيه. نشوف مع بعض هذا التقرير. ودي مؤامره وعلى غير العاده. انتفضت كل اجهزه الدوله عقب تسمم اكثر من 500 طالب بالمدينه الجامعيه لجامعه الازهر. 15 20 يوم ان حاله تسمم الاكل مش حلو وكذا وكذا وكله برضه وبيحصل ولا في حد بيستجيب لنا. اقسم بالله اقسم بالله يوم السبت اللي فات وانا باكل لقيت دوده في وسط الرز، دوده رحت عملت لها بلاغ. احنا شعب مصري اولا، احنا نهضه الجيل، الجيل اللي جاي ده احنا، اما لما احنا نموت ايه في ثاني باقي؟ عايزين اقاله اسامه العبد رئيس جامعه الازهر، اقاله اسامه العبد، اقاله رئيس المدينة، ثلاثة تحصيل الأكل، ارحل شيخ الأزهر ويرحم أسامة العبد. الرئيس مرسي زار المصابين في مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر، وناقش مجلس الشورى تداعيات واقعة التسمم، وتقدم العديد من النواب ببيانات عاجلة. الأزهر هيئة مستقلة، وفضيلة الإمام الأكبر غير قابل للعزل بنص الدستور، والجامعات المصرية تنظمها مادة 59 أنها أيضا مستقلة. نحن أمام موقف دقيق. أمس كنا نحيي شباب مصري عظيم رغم كل المعوقات، واليوم نتضامن مع شباب مصري يعقد العالم كله عليه آمال ليحمل رسالة الأزهر إلى الدنيا. الحقيقة اللي أنا شفته في التلفزيون الحقيقة دودة أذى، يعني ما هياش دودة أكل خالص، ده تهريج. يعني أنا شايفة أن ده تهريج. أنا شايفة إنه الناس ما شاء الله اللي شافوهم في المستشفى دول، يعني الحمد لله 500 طلعوا على طول، وأشك إن الـ60 التانيين يعني تعبانين لدرجة إن هم يصطفوا في المستشفى. طب تفسيرك إيه اللي بيحصل ده يا فندم؟ يعني حضرتك، أنا بتكلم على جامعة الأزهر بصفتي بشتغل فيها أنا، وكتير من أعضاء هيئة التدريس شايفين إن الموضوع ده مدبر طبعًا، باين جدًا، الحكاية متبيتة من بالليل. التسمم ده بيحصل في كل حتة، شفنا ناس بتتفرم بالقطورات، ما حدش راح لا زارهم ولا سأل عليهم ولا طلبوا بإقالة وزير نقل ولا رئيس جمهورية ولا حاجة. مش فاهمة الرابط بين الطلبة وإصرارهم إن هم يعملوا مظاهرات النهاردة وإنهم يروحوا بيها لمشيخة الأزهر.
يعني احنا يعني انا بكلم حضرتك على راي عام ما بين دكاتره، واخد بال حضرتك؟ فانتم كدكاتره شايفين انها مؤامره يعني؟ بالظبط، طبعا 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 شايفين انها مؤامره. وسمعت، انا مش قادره اتاكد من الكلام ده، بس سمعت ان في تحليل اتعمل وما فيهوش حاجه. يعني انا مش قادره افهم ال 500 اللي ربنا يديهم الصحه يعني قاموا على طول، الحاجه يا اما خفيفه يا اما مدبره. وبعدين حضرتك الحيله بتاعت ان الواحد يحط حاجه في الاكل دي معروفه من زمان، الناس اللي مش حاجه ده طبق الرز فيه 40 دوده، يعني انت لو عايزه تلمي الدود ده من حته مش هتعرفي تجيبيه. ده دود قزح حضرتك اللي متصور ده، يا ريتهم يعرفوا يظبطوا الشكل. وبعدين هي صعبه يعني ان الواحد يحط حاجه في اكل، صعبه يعني ويصورها ويقولها. بس الناس دي بتشتكي ان مستوى الاكل فيه مشكله فعلا بقاله شهور، غير موضوع الدود يعني. مستوى الاكل حضرتك لما تكون ناس في مدينه جماعيه وبياخدوا حاجات بسعر مخفض، ما سمعناش احنا عن مشاكل شخصيا يعني، ما سمعناش في كليتنا، ما سمعناش ان حد بيشتكي من الجامعه. الحاجات العاديه ان ما فيهاش رفاهيه، وهم بالنسبه لجامعات كثيره كويس جدا، في جامعه الازهر وكلياتها مستواها كويس جدا وتاسيسها كويس جدا وعدد الطلبه كويس جدا وما فيش دروس خصوصيه، يعني اوضاع كويسه جدا. ف يعني طبعا احنا شايفين ان الموضوع مدبر، ويعني احنا اذا كان رئيس الجامعه او النواب بيبذلوا جهد كبير، وفوق كل ده شيخ الازهر اللي هم بطريقه مش مفهومه ومدبرين وحاطين تقرير من مجلس الشورى قبلها بيوم، مصورينه تصوير وبلغه واحد كده بيتكلم، يعني ريبورت معمول مخصوص. دي دكتوره بتشتغل في الازهر فهي ادرى بالامور، وطبعا وضحت. واحنا معلش ما جبناش الفيديو بتاع الدوده دي، كان قبل الكلام ده بكام يوم كانوا عارضين فيديو واحد طبق وفي فعلا دوده از يعني في بسله وجزر، فطبعا يعني صعب ان تكون دوده زي كده. عموما يعني انه الاكل كان عمرو اديب اشار انه الوجبه دي المفروض ثمنها 27 قرش، يعني بكل المقاييس مفيش حاجه ب 27 قرش، وانه احنا نعلم انه في المدن الجامعيه يجب الاهتمام بموضوع الاكل والاشراف الصحي عليه، لكن هنا تحويل القضيه لموضوع اقاله رئيس اقاله شيخ الازهر طبعا هو ده اللي عليه علامات استفهام. ونتمنى ان الامور تهدأ وانه يكون في ادراك انه ما ينفعش ندخل الامور دي في دي، لان الكل بيفكر ايضا قتل جنودنا في رفح، الجنود ال 12 او 13 كان بعديها على طول كان في استبعاد لطنطاوي وسامي عنان، فهل الموضع هنا برضو عشان نستبعد شيخ الازهر؟ فكل دي كلام اتمنى يكون بيوصل للرئاسه وتعي ان الامر كده ما ينفعش ان يكون في مثل هذا الامر. طيب هنروح بقى لمجلس الشورى مع بعض، والحقيقه بيسعدنا ويشرفنا ان يكون معانا الدكتور ايهاب الخراط رئيس لجنه حقوق الانسان بمجلس الشورى. برحب بحضرتك يا دكتور. دكتور ايهاب اهلا بحضرتك معانا. ايوه يا دكتور اهلا بيك. اهلا بحضرتك. و موضوع اللي احنا هنناقشه النهارده الحقيقه موضوع خطير جدا يا دكتور ايهاب، لان احنا كل يوم والتاني الحقيقه بنتفاجئ بقوانين بتمرر من مجلس الشورى، لكن انه يتم تمرير القانون اللي هو بشكل نهائي السماح باستخدام الشعارات الدينيه في الدعايه الانتخابيه، ده طبعا شيء اعتقد خطير جدا وهيترتب عليه امور كثيره جدا ممكن تدخل البلد في مشاكل. واحنا عرفنا ان انتوا انسحبتوا وفي بيان جه من الاحزاب المنسحبه ومن حضراتكم، فاديني فكره عن ما الذي تم داخل هذه الجلسه واعتراضاتكم، وايه اللي انتم شايفينه من تبعيات خطيره لهذا القانون؟ هو الماده اللي كانت اقترحتها الحكومه وكانت موجوده في القوانين السابقه هي حظر الشعارات الدينيه في الدعايه الانتخابيه، تم تبديل الماده دي بحظر الشعارات التي تفرق بين المواطنين على اساس الدين او النوع او الجنس او اللون الى اخره او الاصل الى اخره. احنا كنا بنقول ان هذه الماده تحتاج الى مزيد من الحوار لانها ماده حساسه جدا، وانا كان عندي اقتراحات بتعديلها، لان هو في واقع الامر الماده موجوده من قبل كده ولكن لم تؤدي الى اي نتائج، بمعنى
شعره كان بيترفع شعار الاسلام هو الحل، وكان بيترفع شعارات ايام مبارك يعني يا شعارات واضح انها دينيه، لكن كان لا يصدر حكم لانه انفتح عنا، وكانت المحاكم بتقول ان دي ماده متفقه مع الدستور اللي بيقول في مادته الثانيه من ايام مبارك ان مبادئ الشريعه الاسلاميه هي الاساس في التشريع. انا شخصيا اعتقد ان الحل الحقيقي للماده دي انه تنص على حظر استخدام، هو في ماده ثانيه في القانون بتاع انتخابات مجلس النواب بتحظر استخدام دور العباده في الدعايه، وماده كمان بتحظر استخدام الشعارات الدينيه بصوره تحدد الوحده الوطنيه او تسيء اليها. انا بقول ان احنا نحط في القانون ده حظر استخدام الشعارات الدينيه في الدعايه الانتخابيه بصوره تهدد الوحده الوطنيه او تسيء اليها او توحي بان الدين يوجب انتخاب هذا المرشح انتخاب مرشح بعينه دون الاخرين. الطريقه دي يبقى الماده يستطيع القاضي انه يحكم عليها، يعني فعلا اي حد هيقول كل امر في مصر مثلا كل الناس الناخبين بيحطوا وما توفيقي الا بالله، وناس تقول ولله وناس خاصه بقضاء حوائج الناس الى اخره. المواد دي ما هي مواد دينيه يعني، فاهمه؟ بالظبط. انا شخصيا وده طول عمره بيستخدم ومحدش هيقدر يمنعه ولا بيمنعه ولا هيمنعه، انما لما تقول شعار ديني بصوره توحي ان من ينتخب هذا المرشح هو المؤتمر وغيره غير ذلك، هو دي المشكله الاساسيه. فيعني انا اعتقد ان يعني ادراج مثل هذا التعديل وارد وممكن الحصول عليه قريبا ان شاء الله. طيب اللي حصل اللي يعني اتكتب احنا انسحبنا لانه يسمح لنا بالحوار، يعني حزب الوفد والمصري الديمقراطي الاجتماعي اللي انا فيه وحزب المصريين الاحرار وحزب الاصلاح والتنميه وغد الثوره ومصر الحديثه والحريه، كل الاحزاب المدنيه تقريبا انسحبت من القاعه. حزب الوسط كان معانا في الراي، كان بيطالب باستمرار الحوار حول الماده وطرح بدائل ليها، لكن ما اعتقدش ان هم انسحبوا من القاعه. لكن احنا انسحبنا مش بسبب التصويت، بسبب غلق باب الحوار في الماده بسرعه والتصويت عليها قبل استفاء الحوار. طيب هل حضرتك دلوقتي اللي بتقوله في وسط كلامك يا دكتور ايهاب انه ان شاء الله الامور دي هتتعدل، يعني حضرتك شايف منين المدخل اللي ممكن تدخلوا بيه علشان انه يتم تعديل هذه الماده، وخصوصا انه يعني انا توقفت حتى الحلقه اللي فاتت يا دكتور ايهاب عند انه القانون ينص على انه ما يستخدمش شعارات بتكون بتفرق بين الناس على اساس عرقي او على اساس انه يعني تمييز ما بين الرجل والمراه او تمييز في الدين. طب هي مش الشعارات الدينية دي عبارة عن تمييز في الدين ولا ايه؟ ما انا يعني الامور في لبس كده شوية. هي النظرية زي ما بقول لحضرتك انه في شعارات كتيرة بتستخدم وهتستخدم ومش هنقدر نمنعها، انما اللي نقدر نمنعه اللي هي الشعارات اللي بتوحي ان دول اهل الجنة ودول اهل النار الى اخره. لكن خلينا نكون يعني واقعيين وعمليين وكمان قانونيين بصورة يمكن تطبيق القانون فيها. وبعدين انا عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني لما تكون الحزب الرئيسي في مصر او الاحزاب الكبيره في مصر هي الذراع السياسيه للاخوان المسلمين، الاخوان المسلمين ده لحد دلوقتي شعار ديني، والحزب النور ذراع سياسيه للدعوه السلفيه، ما الدعوه السلفيه ده لحد ذاته شعار ديني. فيعني ما نقدرش نلغي الاحزاب دي، احنا قبلنا اللعبه السياسيه في الاحزاب دي، واعتقد ان الشعب المصري بقى من النجوم لن تخضعها بعد. احنا متفقين يعني ان وجود الاحزاب دي بذات الخلفيات الدينية احنا متفقين على كده، لكن انه حضرتك دلوقتي انا بس عايز افهم ايه هو المدخل القانوني زي ما حضرتك بتقول اللي ممكن انه هو يكون فيه مناقشة وان
بتتفتح باب المناقشه، رغم لان احنا اللي قاريينه من الخبر يا دكتور ايهاب انه بشكل نهائي، فحضرتك متوقع ايه المدخل القانوني اللي ممكن يتم على اساسه العوده مره اخرى لحظر الشعارات الدينيه اللي من شانها ان بنفرق ما بين الجنه والنار والاخضر والاسود؟ هو القانونين دول هيتم التصويت عليهم مع بعض، ده القانون الاولاني طرح، والقانون الثاني قانون الانتخاب لم يطرح بعد. و الاول بالانتخابات، وبعدين لما تستقر الامور تفاوض على القانون على بعض. فاحنا لم نصوت على القانون على بعض في المرحله دي، وبالتالي لسه في يعني احتمال عندي انه يحصل توافق على الماده. طيب هو مش المفترض انه النسبه العاليه الكبيره من المتواجدين في مجلس الشورى ذات الانتماءات، يعني اللي هم لهم انتماءات لحزب الحريه والعداله او للحزب النور السلفي، او موافقين على الغاء تلك الماده؟ لا، انا بقول لو حطينا صياغه جيده هيوافقوا عليها، ده اللي انا بقوله. لكن انت لو هتلغي الشعارات الدينيه، لو حظر الشعارات الدينيه، انا اعتقد ان هم مش موافقين على الماده دي لاسبابهم يعني. لكن انا شخصيا كمان مش موافق على الماده دي لانها غير قابله للتطبيق ولم تطبق. انا عايز ماده ينفع القاضي يحكم بيها، فاهم ازاي؟ كده الاوضاع ما عرفوش يحكموا بالماده السابقه خالص، ولا حكم. صدر 85 جرح على الاخوان المسلمين ايام مبارك، مش ايام بعد الثوره انتخابيه، وكلهم خرجوا بالبراءه. وبالعكس القضاء التجاري قال ان الاسلام هو الحل وشعار بالسير. فده ايام مبارك. فاذا يعني احنا محتاجين ماده مختلفه شويه عن المواد اللي طرحت حتى الان. أنا بحيي حضرتك يا دكتور إيهاب، وإحنا أنا فهمت حاجات كتير من حضرتك الحقيقة، وإنه أشرت لأنه 85 جنحة قبل كده وأخدوا فيها براءة، يبقى معنى هذا إنه حضرتك وأتمنى إن يكون طبعًا اللجنة كلها أو الأحزاب كلها متفقة على هذا الأمر، إن يكون في فعلًا نص قانوني واضح يستطيع اللي تستطيع النيابة بعد كده إن هي تستند إليه لو حصل أي دعاوى أو بلاغات ضد يعني تعتبر مخالفة لقانون الانتخابات. يعني أنا بشكر حضرتك جدا. تحب حضرتك تضيف حاجة تانية يا دكتور؟ لا شكرا يا فندم، ربنا يخليك. بشكر حضرتك جدا جدا، وربنا يكون معاكم يا رب. وزي ما بنقول كده، أعتقد إنه الأمر إنه لازم يكون في قانون مكتوب بصياغة جيدة فعلا يوافق عليها الكل، علشان بعد كده لو حصل يعني زي ما بنقول اعتداء على هذا القانون او عدم تطبيق لهذا القانون، يكون الامر واضح ويكون في بعد كده المحاكم تقدر تحكم وما يكونش في تبرئه زي ما حصل قبل كده. هذا الامر الحقيقه يعني انا بس عايزين احنا نطلع فاصل، بس معلش اسمحوا لي ان كان في بيان مهم جدا، ان البيان ده كان موقع عليه الاحزاب اللي هي اللي معترضين الحقيقه على الامور دي، اللي هم حزب غد الثوره، حزب الوفد، حزب المصر الديمقراطي الاجتماعي، حزب مصر، المصريين الاحرار، التيار المصري، الاصلاح والتنميه. ومن المستقلين كانت نائب الدكتور ثروت نافع، النائب ممدوح رمزي، النائب كمال سليمان، النائبه سوزي ناشد. لانه كان هنا البيان بيقول انه احتجاجا على الدعاية الدينية ومطالبتهم للدستورية بالتدخل، الهيئات البرلمانية للأحزاب والمستقلين الموقعين على البيان اللي قلت لحضراتكم عليهم بتعلن ان هي معترضة على بعض مواد مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، وانه في اصرار على وضع مواد تخالف صحيح الدستور وتتعارض مع مفهوم الدولة المدنية، اضافة الى اغفال طلبات الكلمات وطلبات اعادة مناقشة المواد اللي تقدم بها الموقعين بخلاف عدم التوازن في إدارة الجلسات. ده اللي قاله دكتور إيهاب الخراط، إن هم انسحبوا لأن ما كانش فيه فتح مجال للحوار. يعلن الموقعين ان هم رفض الماده 31 من القانون، والتي اعطت للرئيس منفردا سلطه تحديد مواعيد انتخابات دون موافقه مجلس الوزراء، بالمخالفه الماده 141 من الدستور. رفض الماده 50 من القانون، والتي فرضت عقوبه على عدم قيام المواطن بالانتخاب، وذلك لتعارضها مع نص الماده 55 اللي جعلت الانتخاب والترشح من حقوق المواطنين لا من واجباته، ومن ثم فهو صاحب الحق المطلق في ان ينتخب او يترشح او يمتنع عن التصويت. لانه ما ينفعش تيجي النهارده وتقول الشخص اللي مش هيروح ينتخب بتحط له غرامه، والمفروض ان ده حقه انه يدلي بصوته او لا يدلي، هو براحته.
الحاجة الثالثة اللي قالوها رفض التعديل اللي ذهب إليه مجلس الشورى في المادة 61 من مشروع القانون، والتي بموجبها تم رفع الحظر من استخدام الشعارات الدينية، رغم وجود أحكام راسخة للإدارية العليا تشكل مبادئ قانونية تحظر تماما استخدام الشعارات الدينية. نمرة 4 في البيان اللي أصدروه هذه الأحزاب، رفض المادة 65 من مشروع القانون والتي جعلت لرئيس الجمهورية حق دعوة الناخبين للاستفتاء دون التقيد بالحالات المنصوص عليها في الدستور في المواد رقم 139 141 150. ونحن نعلن أنه لا مجال أبدا في التشكيك من كائن من كان في إسلام مسلميهم واحترام المسيحيين منهم للإسلام واحترام المسلمين منهم للمسيحية، ومن ثم رفض استخدام الشعارات الدينية كسلعة أو وسيلة رخيصة لاستعطاف المواطنين دينيا والتمييز بين الأحزاب والمرشحين وطبقا لهذا المعيار، وهو ما يشكل إهانة بالغة ولا يمكننا قبولها للدين الإسلامي العظيم الذي نفخر به كدين الدولة. ده الرؤساء الأحزاب أو الأحزاب الموقعة اللي قلت عليها لحضراتكم مستقلين. باقي يعني مفيش داعي ان احنا نكمل نظرا بس للوقت، لكن اعتقد فهمنا المضمون وفي بعض يمكن القوانين والارقام، لكن خلونا نقول نتمثل بكلام رئيس الجمهوريه وموضوع دونت ميكس. المفروض الدين والسياسه دونت ميكس. فاصل ونواصل. Oh,
رغم الوحدة إنك حضن مداوي جروح طفل فقير محتاج نشوفه يضحك ضحكة ترد الروح صالح جدا انت والطيب وبشوفك مطرح ما بروح سر سلام ومعونة وبواب وفرحة مش ممكن بيروح شكرا عشان الناس دول وغيرهم. رجعنا لكم حضراتكم أعزائي المشاهدين وهنستكمل مع بعض ولسه عندنا الموضوع الهام جدا بالنسبة طبعا لجون ستيوارت والحلقة اللي عملها خصيصا لمساندة باسم يوسف. لكن خلونا بس في موضوع الأزهر هنقول بس حاجتين كده هنبص عليهم بسرعة لأنه ابحث عن المسيحيين. في أي مشكلة بتحصل يقولك النصارى. لما كان في المظاهرات اللي كانت عند الاتحادية قال لك ده كانوا 90% منهم نصارى وشفنا طبعا قد ايه التعذيب للمهندس اللي كان من سوهاج انا يمكن معلش رفيق او وفيق وشفنا حاجات كتيره بتحصل وقال لك ان هم نصارى. في المقطم برضو عذبوا امير الناشط امير عياد وقال لك ادخلوا سخنوا على النصراني اللي جوه وقال لك برضو ان هم كان 90% منهم نصارى. نيجي بقى والكوميدي الحقيقه ان انا مثلا يعني انا ايه قبل واحنا قاعدين كده قلنا فكان باسم يوسف بيعلق على الموضوع ده وجه في بالي برضو قلنا ممكن على فكره يقولوا ان الطباخ مسيحي ليه لا؟ طباخ جامعه الازهر اللي هو تسبب في تسمم الطلبه مسيحي. لكن الحقيقه فوجئنا بانه فعلا هذا الامر تم من صفحه على الفيسبوك بس مش ان الطباخ مسيحي بقى لانه ما ينفعش يكون في طباخ مسيحي جوه الازهر. لكن قال لك الشركات اللي بتصدر الاغذيه للازهر كلهم شركات مسيحيه وكلهم مندوبين مسيحيين. يعني لازم نبحث عن المسيحيين اللي بيتكلموا لغه مسيحيه دول اللي هم في اي حته يقول لك عرفت منين كانوا بينادوا له جوزيف وبيتكلموا مسيحي مع بعض لدرجه ان ناس قالت انه تقريبا المفترض ان يعملوا يعني تبع الحزب الحريه والعداله فصول لتعليم اللغه المسيحيه عشان يبقى كل يعني عارف يعني ايه اللغه ايه هي اللغه المسيحيه. عموما انه الصوره كانت بتوضح انه للاسف الشديد يعني ما اعرفش زميلنا المخرج ترى وصل لها ولا لا اللي هي بعد الصوره اللي كانت فيها اليافطات على طول الصوره بتقول انه دي من تقريبا رفض العلمانيه انا مش فاكره الصفحه بالظبط بس اتمنى طيب مكافحه العلمانيه ممكن معلش نعرضها بس المشاهدين يشوفوها كويس. مفاجاه مندوبي الاغذيه بالازهر اقباط وحالات التسمم كانت بسبب الفراخ الفاسده اللي المندوبين الاقباط جابوهم للشباب عشان يتسمم. تخيلوا وصلنا لغايه ايه؟ كشفت السيده منى عمر صاحبه احد المخاب او مش عارف الايه في القاهره انه مفاجاه خطيره حول بعض المشاكل المتعلقه بالتغذيه في جامعه الازهر وتعليقا على الازمه الحاليه التي تسببت في تسمم ما يزيد عن 400 طالب بسبب الاهمال. قالت السيده منى فوجئت اثناء محاولتي التعامل مع مندوب التغذيه والمجموعه المساعده له انهم جميعا من الاقباط وصدمت ايضا عندما رايت انه الحاجات اللي هي مش عارف فيها المواد الغذائية إنها أشبه بالبيت المهجور المخازن المهجور ولم أستطيع أن أكمل معهم وراحت عليا فلوسي. شفتوا بقى
احنا مش هنقف كتير عند ده، بس للاسف الشديد ان هذه الصفحه من الصفحات الحياه بتعرض علينا مفاجآت كبيره جدا، وبتساهم بشكل كبير جدا في انه تقلل الازمه، علشان خاطر طبعا يعني ان الازمه الطائفيه الحقيقه يعني محتاجين ان احنا طبعا نطفي نارها وما نشعلهاش، فدي احدى الصفحات اللي هي بتشارك في هذا الامر حقيقه يعني. فده كده كان يعني اللي زي ما بقول لحضراتكم. طبعا في صور كتيرة جدا كانت تضامن مع الشيخ الأزهر، الفنان أحمد حلمي كان ليه تعليق، الفنان الكوميدي أيضا. الأزهر بيرفض مشروع السكوك، طلبت كلية الأزهر تتعرض لحالة تسمم جماعي، طلبت الإخوان في الأزهر لم تتناول من الوجبة المسممة. تفتكر ده صدفة؟ قال لك في مطعمين ألف وبه الكل الشباب الإخوان، محدش ولا واحد من الشباب الإخوان منتمين لجماعة الإخوان المسلمين أكلوا في المطعم ألف، كلهم أكلوا تقريبا، معلش لو هو ألف وبه يعني واحد منهم. وبالتالي إنه بيقول لك يعني تفتكر دي صدفة؟ كمان كان في من الصور نفس التفكير الصهيوني، دي كانت صورة قوية جدا الحقيقة، وحظت بأكبر نسبة انتشار على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر، بأنه قال لك يوم 11 سبتمبر لم يدخل صهيوني واحد برج التجارة العالمي، ويوم اللي هو اليوم اللي حصل فيه حضراتكم الواحد ابريل لم ياكل اخواني واحد من المطعم بجامعه الازهر اللي هو كان في حالات التسمم. نيجي نشوف بقى الصوره اللي جايه دي، لان دي معلش صوره مهمه جدا. الرئيس محمد مرسي وهو بيزور الحقيقه زي كلاكيت تاني مره، فاكرين المره اللي فاتت لما راح زار الجنود ولا ما اعرفش كان مش فاكره يعني، عموما وشفنا قد ايه كانت المستشفيات نظيفه وجميله وممتازه. الصوره بس عشان نكبرها علشان الناس تشوفها. السراير التانيه اللي في المستشفيات اللي هي مستشفى الطلبه والمستشفيات التانيه كانت في كل سرير اثنين وثلاثه، لكن الرئيس ما زارش المستشفيات دي، هو زار المستشفى اللي على الشمال اللي هي مستشفى الرئيس. هم طبعا يعني الشباب كاتبينها على كده، المستشفى اللي كانت نظيفه والكوفرتات شايفينها ازاي وشايفين الشباب قاعد ازاي ومنتهى الجمال. والكل تساءل ليه يا سياده الرئيس لم تزر الطلبه اللي هم لسه مثلا جامعه مصر الدوليه اللي لسه كانوا متعورين من كام يوم، ليه حضرتك ما زرتش الاسر مثلا اللي هم كانوا في اسيوط اسر الاطفال، ليه ما زرتش اسر الشهداء والمصابين اللي كانوا مصابين في بورسعيد؟ كل دي تساؤلات طرحت على سياده الرئيس بالنسبه لانه بعد زيارته لطلبه الازهر. طيب احنا دلوقتي معانا ومع حضراتكم مشكله تانية الحقيقه، والشعب المصري كله بيعاني منها الحقيقه وحس بيها. مره واحده حصل انه تضاعف ثمن انبوبه البوتاجاز، ويا ريتهم لاقينها، لكن كمان بيقول لك المفروض تبقى بكوبونات وكلام من ده. فمعانا ومع حضراتكم دلوقتي استاذ محمود العزقلاني، رئيس جمعيه مواطنين ضد الغلاء. استاذ محمود برحب بحضرتك معانا. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. ايه اللي بيحصل؟ احنا بنلاحظ كده ان في حاجات برضو بتيجي بالليل النهار يعين يصبح على الناس يلاقوا كوارث، وخصوصا بتتعلق في سلع اساسيه. فايه موضوع انه ثمن الانبوبه البوتاجاز تضاعف يعني بقت ضعف والناس مش لاقيها؟ اولا للاسف الشديد واضح جدا ان الحكومه يعني ما عندهاش استعداد يعني تتعامل بمنطق انها حكومه. للأسف شديد كل الردود التي كنا نسمعها خلال اليومين الماضيين ردود يعني تتحدث عن انه الدولار ارتفع وهناك أزمة لدى الحكومة وشيء من هذا القبيل. يعني انا افهم ان التجار يتكلموا عن الدولار ويقولوا ان الدولار ارتفع وانه يعني الزيادة دي سببها ارتفاع الدولار. هذه مبررات دائما يسوقها كبار التجار اللي بيرفعوا اسعارهم في بعض الاحيان بدون مبرر، لكن الدوله المصريه لا يجب ان تتحدث عن الدولار ولا يجب ان تتحدث عن انه يعني السبب في هذا الكلام هو الدولار، لانه الدور الاجتماعي للدوله يعني معروف جدا انه يبقى انه الدوله لها دور اجتماعي لابد ان تقوم به، وانه هذه الثوره حينما قامت لتحقق العداله الاجتماعيه وتحقق الكرامه الانسانيه. هذه المطالب التي تتحدث عنها الثورة والتي يتشدق الجميع بأنهم يطبقونها وينفذونها للأسف الشديد. ومشروع النهضة يا أستاذ محمود يعني مشروع النهضة اللي كان اتضح أن مشروع النهضة ده هو نهضة للأسعار، يعني نهضة ترتفع الأسعار يعني بننهض بالأسعار لفوق. ترهب الأسعار إلى أعلى وليس نقطة كما يتخيل البعض.
يعني حاجات كتير عماله تنهض في البلد لغايه ما احنا يعني خلاص يعني هنسيب البلد ونمشي يعني. ما الكل بيقول لك كفايه علينا نهضه كده، يعني احنا عايزين الفساد شويه، يعني كفايه النهضه. انا بفكر ان النهضه دي يعني اذا كانت النهضه كانت تعني رفع الاسعار بهذا الشكل، لا احنا مش عايزين النهضه دي كفايه قوي كده، ويعني شوفوا لنا نهضه غير دي. طيب هل في عند حضرتك حلول لموضوع الارتفاع والازمه بالنسبه لانابيب البوتاجاز والسولار والزيوت السيارات اللي هي السلع اللي يعني كل المواطنين، ودي هيكون ليها تاثير على امور كثيره جدا في التنقلات بكره في مجلس الدوله؟ نعم. عاملين طعن في مجلس الدوله بكره على الكلام ده، وهنقدمه بكره الصبح باللجنه القانونيه. احنا لغايه دلوقتي سهرانين مع بعض، انا بكلم حضرتك واحنا قاعدين اللجنه القانونيه وزملائنا في وحده الدراسات الاقتصاديه والقانونيه قاعدين بيدرسوا بكره احنا هنطعن ازاي، وبيكتبوا القضيه عشان تقدم غدا الى محكمه القضاء الاداري. لان احنا مش هينفع نسيب الامر بهذا الشكل، يعني الدنيا عماله تولع من حوالينا وفي غلاء تراكمي بيتاثر بيه الناس الغلابه، وفي النهايه البلد مش ناقصه مشاكل. يعني عايز اقول لك معلومه غريبه جدا، انه الموازنه العامه للدوله العام المالي 2012 ما اختلفتش عن الميزانيه بتاعه 2012 2013، بتتكلم على انه احنا بنستهلك في السنه 360 مليون انبوبه بوتاجاز. تكلفتهم على الموازنه العامه للدوله 16 مليار و863 مليون جنيه. الايرادات الوارده منهم بالبيع طبقا للموازنه العامه للدوله المنشوره 102 مليون جنيه. ده معناه ان انبوبه البوتاجاز تكلفتها على الدوله 28 قرش و2.3 مليم. تمام؟ الكلام ده طريقه حساب الدعم، هناك فروق غريبه جدا في طريقه حساب الدعم. يعني هو الانبوبه بتتباع ب 2 جنيه و40 قرش رسمي، السعر الرئيسي بتاعها المفروض بيطلع من المستودع ب 2 جنيه و40 قرش، لكن طبقا للموازنه عندنا هنا دلوقتي اللي احنا حتى عمالين ندور وعايشين في حزب بيس لينا يطلع ثلاث ساعات، هم عملوا ده ليه؟ ثم انه كمان في البيان بتاع الموازنه العامه للدوله كاتبين مثلا 99 مليار و35 مليون جنيه، ده حجم ما ينفق على دعم الطاقه بشكل عام طبقا للموازنه العامه للدوله قطاع الموازنه العامه. تمام؟ ده بيان طالع وموجود على النت ممكن حضرتك تشوفيه. لكن لما رجعنا لوزاره البترول، لقينا وزاره البترول بتقول يا جماعه ده احنا صرفنا 114 مليار دولار. طب انا اصدق وزاره الماليه ولا اصدق وزاره البترول؟ ده الفرق بين الاثنين الرقمين 18 مليار جنيه. الحاجات دي راحت فين؟ يعني اذا كان في خطا في 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 حساب بيوصل ل 18 مليار جنيه بتبقى كارثه. ده في ناس بتتحبس على جنيه وعلى نص جنيه. ايوه بس دلوقتي السعر اللي هم قالوا عنه انه هيترفع من 4 جنيه ل 8 جنيه. ما هو السعر الجديد ده السعر الجديد، انا بكلمك دلوقتي كل ده على الموازنه اللي اتعملت قديما والمفروض انه يعني يبقى بياناتها منضبطه. انا عمالين كلنا نضرب حيص بيص داخلين في العبكه، الناس دي بتعمل ايه؟ ايه البيانات المتضاربه دي؟ والبيانات الفارق ما بين البيان بتاع وزاره البترول وبتاع وزاره الماليه 18 مليار جنيه، رقم مش قليل، ده مش مليار ولا نص مليار. يعني ارقام مهوله، انا مش عارف ايه الارقام اللي بتقال او بتعلن على الناس في مواقع رسميه تابعه لوزارات وحكومه. انا يعني كل ده عمالين ناس نتساءل اهو، احنا بكره هنطعن على القرار ده. طيب اللي احنا سمعناه انه اصحاب المستودعات قفلوا ومش عايزين يستلموا الحصص واعلنوا الاضراب، ومئات من الشباب الخريجين تظاهروا على هذا الامر، وانه الموضوع كده شكله هيتصاعد يا استاذ محمود. انا عايز اقول لحضرتك حاجه بامانه شديده. نعم. يعني انا يعني بغض النظر عن الموقف المتعلق بالمستودعات، انا يعني يهمني ان كل اطراف السوق ما يبقاش فيها ازمه. بالظبط. تمام. يعني انا يهمني انه يبقى في عداله تجاريه، انه لا يدار احد في المعامله. لكن للاسف الشديد احنا قدام ازمه، ما فيش حد عايز ياخد موقف ايجابي. يعني انا الكارثه المحدقه بهذا الوطن انه كل واحد حاطط ايده في المايه البارده، وتيجي تكلمي حد يقول لك ما فيش مشكله. ما عندناش ازمه.
يا جماعه ما عندكوش ازمه ازاي، ده انتوا في مصيبه يعني، انتوا بتتصرفوا ازاي ولا بتعملوا ايه ولا، يقول لك ولا حاجه، ما عندناش مشكله خالص. اه ورئيس الوزراء بيلعب لعبه السنافر يا استاذ محمود، يعني ما فيش اي مشكله اقتصاديه ولا قبل كده كان في اضراب من الناس اللي هم اصحاب المخابز وما كانوش عايزين يستلموا حصتهم من الدقيق ولا في اي حاجه خالص، والجاز والكهرباء والكهرباء ما بتقطعش حضرتك، ولا الميه بيتناوبوا مع بعض، وقال لك قطع الكهرباء مرتين في اليوم، كل دي ما فيش اي ازمات خالص في مصر، الحياه جميله يا فندم. ازمه مصر انها تحتاج الى حكومه كاجوال، تحتاج الى حكومه تلبس كوتشي وتلبس جينز وتشوف الناس حركه الشارع. الأربعة جنيه اللي زادت دي ممكن تتجاوز، ولا 6 جنيه اللي زادت دي، 5 جنيه ونص اللي زادت دي، ده رقم بالنسبه للناس فقراء يعني، بيعمل رقم كبير مش صغير، رقم كبير يعني. في ناس حضرتك بتشتري بتتكلم على ربع جنيه في الميكروباص وفي الاتوبيس، نعم يعني بيتخانقوا مع السواقين على ربع جنيه، وبنتكلم على الرغيف اللي بخمسه ساغ، وبنتكلم على انه في حصه للمواطن يعني ثلاث ترغيفه في اليوم يعني. انا قلق جدا تمام، ولا يمكن باي حال من الاحوال ان اخفي هذا القلق، لانه ده مصير دوله، وما ينفعش على الاطلاق ان احنا نسيب البلد تتحرق مننا بهذا الشكل، لانه للاسف اذا انهارت هذه الدوله سوف تنهار على رؤوسنا جميعا. بالظبط بالظبط، مش على رؤوس فصيل واحد ولا اتجاه ولا حزب واحد. عموما استاذ محمود انا بشكر حضرتك جدا، ربنا يوفقكم في اجتماعكم، وان شاء الله يعني تتوصلوا لحلول والامور تقدروا فعلا تقدموها، المذكره اللي هتوصل بكره الى محكمه القضاء الاداري، ربنا يكون معاكم يا رب. وانه فعلا دلوقتي كان حتى احنا شفنا جزء من او العرض اللي كان، ده كان فيديو العاملون بمستودعات البوتاجاز بيقولوا ارتفاع سعر الانابيب هتؤدي الى رفع الفراخ واللحمه والعيش، كله يعني مبني على بعضه. يعني حتى لما سمعنا عن المفروض الموضوع بتاع السولار، شفت وصلت الأزمة دي إنها أثرت على محصول القمح يعني. فإذا الأمور كلها مبنية على بعضيها، لو أنت أثرت في حاجة من الحاجات بتلاقي الدنيا كلها بناء عليها بتتأثر وبتتدهور. فالنهاردة أنت بترفع الأنبوبة هترفع بقية السلع هتترفع، أنت مش الناس مش لاقية سولار اللي هي المضخات المية علشان تروي الزرع مش قادرين يشغلوها، الميكروباصات بتقف، يعني في أزمات بيترتب عليها أزمات أكبر وأكبر. فإذا ما عالجتش الأزمة دي هتبص تلاقي الدنيا كلها بهوقت، فعلا بهوقت دي لفظ ينطبق على الامر. فاحنا مش عايزين ده يحصل، يعني ممكن نشوف الجزء ده كده بسرعه من هذا يعني من ردود الافعال للعاملون بمستودعات البوتاجاز. المشكله حضرتك اللي احنا مؤهلات عليا واخدين المشروع دوت بضمان لوظيفتنا اللي احنا ما بنتعينش ولا في القطاع العام ولا في القطاع الخاص. ادينا المشروع ده حضرتك من 93 على اساس ان احنا ناخد 60 انبوبه بهامش ربح حضرتك 2 جنيه من منذ 93. حضرتك كنا بناخد الانبوبه ب 2 جنيه ونص ونبيعها ب 5 جنيه للمواطن. فاصبح اللي احنا القرارات اللي هي الليليه اللي احنا بنفاجئ بيها دي، اول امبارح الساعه 12 بالليل حضرتك فوجئنا تاني يوم الصبح ان هم عملوا قرار ان الانبوبه ب 6 جنيه ونبيعها ب 8 جنيه. بيقول حضرتك ان وزير البترول تبرراته في هذا الموقف ان هو بيحقق العداله الاجتماعيه بالنسبه للعاملين بمحطات التعبئه. طب انت عملت العداله الاجتماعيه بالنسبه للعاملين، طب فين العداله الاجتماعيه بالنسبه للشباب الخريجين؟ سيادتك انا النهارده قعدت من غير شغل مش هلاقي دخل، ما عنديش دخل تاني. لو انا ما اشتغلتش ولو انا ما وفرتش لعيالي جنيه من شغل ماليش دخل تاني. ايه هو دخلي؟ لا امتلك شيء، معيش دخل، هو ده دخلي. على فكرة الراجل ده قال لك قرارات ليلية، الخبر حتى تخيلوا كان مكتوب كده فاكس ليلي، فاكس ليلي. أنا معرفش بصراحة إيه الحكومة اللي بتاخد كل قراراتها بالليل، وإيه الوزارة اللي بتاخد قراراتها بالليل دي، في إيه يعني، أنا مش قادرة أفهم فعلا بأمانة. الخبر كان منقول كده، أنا مش فاكرة كان في إيه، بس الخبر اتنقل بإنه فاكس ليلي بزيادة أسعار الأنابيب البوتاجاز. يعني كل حاجة بتحصل بالليل، يعني ما اعرفش يعني حكومة المسا دي ما علينا. طيب الحقيقة طبعا انه يعني الامور جبهة الانقاذ اعلنت دعمها للشيخ الازهر طبعا، لكن ازمة النائب العام ما زالت على فكرة موجودة، وان كان في تحدي، وانه تم الاعلان انه النائب العام باقي في منصبه، واللي عايز يتفلق يتفلق للأسف الشديد. وانه
المفترض زي ما انا عرضت عليكم الفيديو المره اللي فاتت، هو بيقول ان هو بيحضر باين علشان يطلع السعوديه او هيتحرك كده في جوله ليها علاقه تقريبا بحاجه خاصه بيه، او يعني الامور اللي اقصده يعني ان الازمه ما زالت موجوده، وعندنا في مصر دلوقتي 2 نائب عام ما عندناش اي مشاكل، وحتى كانوا بيعلقوا لو احمد نظيف اخذ براءه هيبقى عندنا كده 2 رؤساء وزراء يعني على فكره. وهو طبعا الرئيس دلوقتي خلاص الحكم بالنسبه لكان انه الاعتراض على التنحي اتبت فيه بانه مرفوض، لكن عموما يعني هو مصر بيقال ان فيها مش الرئيس مرسي لوحده، ان فيها 3 رؤساء. طيب خلينا بقى نروح لموضوع باسم يوسف الحقيقه، لان ده الموضوع اهم جدا، فانا بس بستاذنكم هنوقف اي موضوعات او اي اتصالات تليفونيه بس شويه، لانه محتاجين نتكلم عن هذا الموضوع بشكل، لانه في ناس ممكن وقتها ما يكونش سمح انهم شافوا الفيديوهات وشافوا الحاجات اللي اتكتبت وشافوا جون ستيوارت، فاحنا عشان كده حاولنا نجمع لحضراتكم يعني مقاطع كثيره من هذا الفيديو. هو الحلقه اللي عملها او كان جزء من الحلقه كانت 10 دقائق. عموما باسم يوسف بيقول هجمه الاخوان الشرسه على الاعلام، الخارجيه الامريكيه بتتدخل بقوه، وانه في تصعيد كبير لازمه ضبط واحضار الاعلام الساخر باسم يوسف. الخارجيه الامريكيه علقت على الامر وقالت ان الامر بات يمثل دليلا على اتجاه مقلق من تزايدات القيود المفروضه على حريه التعبير في مصر. واستنكرت فيكتوريا نولاند تباطؤ التحقيقات في تعذيب المتظاهرين أمام قصر الاتحادية ومنع الإعلاميين من دخول مدينة الإنتاج الإعلامي، معربة عن قلقها من خنق حرية التعبير في مصر. حزب الحرية والعدالة هيسكت؟ لا، رد طبعا على تصريحات نولاند وقال أنه طبعا دي تدخل سافر في الشأن المصري، مشير أن المكون الرئيسي للبلاغ ضد يوسف هو ازدراء الإسلام وليس إهانة الرئيس. مع أني أنا سمعت الحقيقة أنه الاثنين الاتهامات، وده بالتأكيد أنه كل قاله، فأنا معرفش الحرية والعدالة بتجيب الموضوع منين، بانه كان ازدراء اسلام واتهام الرئيس، والتهمه الثالثه اللي عشان كده هو دفع 5000 على كل تهمه، فكانوا 3 تهم، التهمه الثالثه ان هو بيروج اخبار كاذبه. فالحقيقه يعني عموما فمما قد يتسبب، بيقول لك كده يعني ازدراء الاديان، ازدراء الاسلام، مما قد يتسبب في تفسير موقف الاداره الامريكيه على انه يمثل ترحيبا ورعايه من الولايات المتحده الامريكيه لازدراء الشعائر الدينيه من قبل بعض الاعلاميين. الحقيقة على تويتر، قبل ما نتطرق للفيديو نفسه، تويتر في السفارة الأمريكية عاملة ليها حساب على تويتر، والرئاسة المصرية عاملة ليها حساب باللغة الإنجليزية على تويتر، زي إخوان أونلاين برضو كانوا عاملين حساب بالإنجليزي، ولو تفتكروا هنوا المسيحيين في بالعيد، لكن كان في فتاوى تانية بتقول لك ما يهنوش، يعني بالعربي كانوا مش بيهنوا المسيحيين، بالإنجليزي هنوا المسيحيين، بس فرق لغات يعني ما فيش مشاكل. اللي حصل بقى انه اعتقد الصوره معانا، انه السفاره الامريكيه حطت كل اللي عملته انها حطت الرابط بتاع جون ستيوارت على التويتر بتاعها. جت رد الرئاسه المصريه بتقول انه لا يليق لبعثه دبلوماسيه ان هي تتدخل في دعايه مضاده للرئيس. وراح بقى باسم يوسف راح معلق على التويتين دول بيقول لهم يا جماعه صلوا على النبي، انتوا اللي بينكم عيش وفراوله. طبعا التعليق بقى اللي هو الجاد على الامر ده، انه طبعا يعني لو هي السفاره الامريكيه كانت عملت حطت لينك الحاجه مثلا ساخره، المفترض انه حضراتكم كحكومه ورئاسه مصريه المفروض ان الطريقه الدبلوماسيه الراقيه ان انتوا تبعتوا خطاب رسمي بتوجهوه للسفاره الامريكيه في مصر معترضين وبتشرحوا فيها الاعتراض، لكن انه يكون الرد على تويتر، يعني رئيس الوزراء كان عمل حساب على تويتر وفرحان جدا وانه بيتواصل مع الناس، انا مش عارفه ايه الحكم اللي بالتويتر والفيسبوك وتردوا عليهم بتويتر. طبعا كان ما كان من الحقيقه باسم يوسف غير ان هو يقول لكم هذا الامر. انا مش عارفه الصوره مش معانا، المفروض الصوره معانا الحقيقه، المفروض انها معانا. طيب عموما خلينا على بال، لان دي يعني دي مهمه جدا الحقيقه، انه زي ما بقول لكم يعني عشان بس تبقى باينه قدام حضراتكم الاثنين التويترز، الاثنين تويتات ورد باسم يوسف. جون ستيوارت بقى كانت حلقه طبعا انتقد فيها استدعاء الاعلامي باسم يوسف، خاطب الرئيس محمد مرسي قال له انه دون يوسف وامثاله انت مش كنت هتصبح رئيس جمهوريه، وقال له انه يعني انه يعني انت ازاي تمام كده بشكركم. دي زي ما انتم شايفين اعزائي المشاهدين، يو اس امبسي كايرو، الايجيبشن بريزيدنسي،
وباسم دكتور باسم يوسف. فانا قلت لكم دلوقتي ده اللي موجود فوق، هم ما كتبوش اي حاجه خالص على فكره، هم جاست حطوا اللينك بتاع حلقه جون ستيوارت، ما كتبوش اي حاجه. لكن الرئاسه المصريه ردوا عليهم بانه لا يليق انه لدبلوماتيك ميشن يعني المؤسسه دبلوماسيه ان هي تدخل انجيش ان ساتش نيجاتيف بوليتيكال بروباجندا. فبالتحديد فباسم طبعا يا جدعان صلوا على النبي، ده مهما كان عيش وفراوله، يعني اللي بينهم كان عيش وفراوله. طيب جون ستيوارت الحقيقه في اطار حلقته كان بدا يسال ايه اللي بيحصل في مصر والربيع العربي، وهو ابتدى بالموضوع الربيع والباني الارنوب اللي هو معروف في الولايات المتحده الامريكيه، عيد الايستر مشهور بالارانب يعني، فقال لك الربيع وانه الربيع نفسه مشهور بالارنب والبيض والكلام ده، فقال لك طب تعالى ندخل بقى على الربيع العربي، وبدا يتكلم على الربيع العربي وقال لنا طب خلينا نروح لمصر، وانه الحاله الاقتصاديه مهببه وانه امور كتيره صعبه. وبعدين في وسط التقرير اللي هو أزاعه عن التقرير عن الربيع العربي في مصر انه حصل اتهام لاعلاميين ومن ضمنهم الكوميديان والساخر باسم يوسف، قال لك باسم صاحبي، طب يا ترى هي ايه التهمه اللي موجهه لباسم يوسف؟ فبدات الحكايه بقى انه التهمه اللي موجهه له اهانه الرئيس ازدراء الاسلام. فابتدى يقول انه لو حصل مثلا لو في تهم زي كده عندنا في امريكا المفروض فوكس نيوز كانت باي باي يعني جو باي باي، كانوا يتسجنوا وتتقفل. وبعدين بدا يشوف طب هو ايه، فبدا يجيب لقطات احنا كنا عرضناها قبل كده للرئيس مرسي وهو بيتكلم عن لازم نردع اولادنا، الكراهيه لليهود ومش عارف ايه ولازم واليهود دول قرده وخنازير والحاجات دي كلها. فقال لك ده اكيد مش الرئيس، طلع ان هو الرئيس وقالوا له طيب، قال لك يعني لو انت بتحاسب باسم يوسف علشان خاطر لابس الطاقية او بيتكلم بينقدك، انت رئيس الجمهورية ورئيس جمهورية مصر اللي هي تاريخ الفراعنة. خلونا نشوف مع بعض، انا يعني حبيت بس اقول لكم اطار الحلقة مش ازاي العشر دقايق اللي كان عاملهم، وفي نفس الوقت جه على جنب كده وبيقول للرئيس انا عايز اقول لك على حاجة، عايز اقول لك انك انت لولا باسم ما كنتش بقيت رئيس، وانك المفروض انك انت عندك الجيش وعندك وعندك وعندك، مصر دي اعظم دولة، انت مش مفروض انك يعني تقلق من حاجة زي كده. هو نفسه جون ستيوارت مدى 15 سنة كان دي شغلانته، بيتكلم عن الرؤساء وعن أوباما وعن يعني حتى جاب لقطات فيها نقد كان لأوباما والرؤساء اللي قبل كده السابقين، لأنه ليه 15 سنة بيتكلم في هذا أو برنامجه مبني على هذا الأمر. فقال له مش معقول إن الكوميديان أو الـ يعني إن هم بيتداولوا أو بيتعرضوا لمثل هذه الانتقادات، ولا برنامجه بيقول ما قفلش ولا حكومة رغم انه حاولوا، ولا مثلا نجحوا في ان هم يوقفوا الحرب في العراق، الكلام ده كله، لكن كل اللي بيتناولوه باسلوب ساخر عشان الناس تضحك شويه. عموما نشوف مع بعض الاجزاء، بعض الاجزاء من حلقه جون ستيوارت مترجمه على فكره. Who's that guy? I bet he's a terror. What's he been sabotaging Egypt's infrastructure, or harassing Egyptian women on the streets, or unemploying Egyptian people? What's he do? Bassam Youssef hosts a TV show known for poking fun at the president. Wait a minute. Our Bassam Youssef, the comedian who hosts the incredibly popular weekly political satire show, Al Burnham Egg? Now, I know Bassam pretty well, so you can imagine that I was shocked that this whole time I have been consorting with a criminal. What did he do? I'm ready. The country's top prosecutor issued an arrest warrant charging the comedian with insulting both the president and Islam. That's illegal? Seriously, that's illegal in Egypt? Because if insulting the president and Islam were a jailable offense here, Fox News go bye-bye. Yeah, they go bye-bye. But they don't go bye-bye. But you know, I guess the rules on freedom of expression are a little different in Egypt. Obviously, over there, you cannot sow hatred or insult religion. I'm just curious, what would something like insulting religion sound like anyway? وأحبابنا وأحوالنا كراحية لهؤلاء للصهاينة لليهود
Oh, that's insulting. All right. I mean, wow. I'm sure that when President Morsi hears about that, he is going to be so angry. I'm sorry, that is President Morsi? Really? He didn't by any chance precede those remarks with, here's the sort of thing you really shouldn't say in Egypt, did he? No? Oh. By the way, if you are gonna nurse your children on Zionist and Jew hatred, you really gotta breastfeed. I mean, it's the only way to ensure that your kid gets all the anti-Semitic nutrients that he needs. I mean, I guess in a pinch you could buy Gerber's Elders of Zion formula, but it's a lesser product. Now, you know what? That was probably a one-time thing for Morsi. We all lose our heads occasionally and insult religion, even in Egypt, just once, right? Once? مع الصهاينة مصاصي الدماء مشعل الحروب أحفاد القردة والخنازير. Okay, two things. On the descended from apes front, I've got some bad news for you. It turns out it's more common than you might think. And as for the pig thing, come on! You're gonna insult the Jews, you can't go with a kosher animal, your goat. The show mocked him when he was awarded an honorary degree in Pakistan and also took aim at the president's less than fluent English. Making fun of the president's hats and less than fluent English? That was my entire career for 8 years. Do you have any idea? That's all I did. And I'm sorry, you should hear what we say about the president we supposedly like, Barack. You smoke so much, your lungs are the only authentically black things about you. Kind of reminds me, actually, of his campaign slogan, yes, we can, but should we? What happened to Barry from the block? Have we been fooled by the Baracks that you got? All that power that you didn't like when someone else had it, you decided to keep it. Oh, my God, you're Frodo. You're Frodo! Don't arrest me! I don't get this, man! You're the president of Egypt, the inheritor of one of the greatest lands and people in recorded history. Your people invented civilization. The ancient Greeks went to Egypt and were like, what do you got there, geometry and mythology? Are you gonna finish those? Could we use those? The Egyptians invented written language and paper, toothpaste, people being buried with their cats. That was you! A style of walking people sing about even today. Egypt built the Great Pyramid. Yosef, with insulting Egypt and Islam, I know Bassem. Bassem is my friend, my brother. There are two things he loves in this world with all his heart, Egypt and Islam. And his family, the three things. There's three, and what is that flatbread with the cheese? It's tart, it's like a white, it's not Baba Ghanoush, it's like, there's four things that he loves. My point is, Bassem, Yosef loves Egypt so much, he chooses to live there, even though some crazy guy is threatening to arrest him. Oh, right. But by the way, without Bassem and all those journalists and bloggers and brave protesters who took to Tahrir Square to voice dissent, you, President Morsi, would not be in a position to repress them. For someone who spent time in jail yourself, for someone who spent time in jail yourself under Mubarak, you seem awfully eager to send other people there for the same non-crimes. And just like you, they will only emerge from prison stronger and more determined. So all sending comedians and bloggers to prison accomplishes is lowering the quality of prison yard athletics. Obviously, look, you don't have to take democracy advice from a ape pig man like myself. But perhaps you'll listen to this brave Egyptian revolutionary. Women. Whoever criticizes me has the full right to do so. I welcome any criticism. I welcome every opinion. I welcome every view. Bassem Youssef, Amr Moussa, Mohammed El-Baradei, they don't have to worry about going to jail. هؤلاء مصريون. They are Egyptians. They are part of my family from Egypt.
There is no way that any harm can befall them because of their opinions or their personal opposition. Now that's the kind of open democratic spirit that a great nation like Egypt deserves. Because I'm going to let you in on a little secret. The world is watching. No one wants to see Egypt plunge into darkness. Democracy isn't a democracy if it only lasts up until someone makes fun of your hat. Because by the way, that was amazing. ده كان أجزاء الحياة كبيرة من الحلقة من العشر دقايق اللي اتكلم، وزي ما انتم شايفين مقنع جدا، يعني انه يعني باسم ازدرى بالدين الإسلامي. طب والازدراء بالدين، يعني حتى لو هو دين لليهود أو الازدراء بإسرائيل أو هذا الأمر، ألا يحاكم عليه القانون؟ وكمان الديمقراطية اللي اتكلم عنها في بداية ترشحه أو بعد ما أصبح رئيس، وقال لك أنه حتى المذيع من السي ان ان بنفسه بيسأله، راح قايل له لا، يعني هو ذكر باسم يوسف عمرو موسى مش فاكر الاسم، قال لك هيكون مصيرهم السجن، قال لك لا، هؤلاء مصريون ولن أقصف في عهدي، لن تغلق جريدة ولن أقصف قلم. وطبعا احنا شايفين المفاجأة بقى حضراتكم، أنه هيئة الاستثمار كانت طلعت قرار بتقول انه لو السي بي سي ما الغتش البرنامج بتاع باسم يوسف، ده هيكون في يعني حضراتكم مشكله هيتعرض ليها قناه السي بي سي. استمرار الحرب المتصاعده ضد باسم يوسف، سي بي سي الهيئه العامه للاستثمار تهدد بسحب الترخيص من قناه السي بي سي لو استمر عرض البرنامج بنفس اسلوبه. و طبعا الردود على هذا الامر كانت ببساطه شديده جدا، العقد مظبوط، كل حاجه مظبوطه، بتدفع الفلوس في وقتها، فلا يصح ان هيئه الاستثمار تتدخل بمثل هذا الموقف، يعني وان ده مش حكم قضائي، فانتوا معترضين على ايه عموما. كمان مش بس كده، كان في شخص طلع ضيف في البرنامج بتاع باسم يوسف، وهذا الشخص هو معلش انا بحاول اشوف اسمه، للنائب العام اخلاق علي قنديل. علي قنديل ده كان احد الاشخاص اللي هو كان استضافهم باسم يوسف، وبيقال ان هو في احدى حلقاته، فراح اتعمل له كمان بلاغ وراح يتحقق معاه. المستشار محمد السيد خليفه المحامي العام الاول بالمكتب الفني للنائب العام النهارده قرر اخلاء سبيل علي قنديل بكفاله 5000 جنيه على ذمه التحقيقات في اتهامه بازدراء الدين الاسلامي بالاشتراك مع الاعلامي باسم يوسف، يعني كل اللي هم حوالين باسم يوسف. وزي ما قلت لكم ان كان كمان حصل، كان في بلاغ ايضا ضد جابر القرموطي وضد الاستاذ البرت شفيق رئيس قناه اون تي في، برضه نفس التهم، يعني اثاره مش عارف تكدير الامن العام، تكدير الامن العام. فيعني حتى يعني جابر القرموطي احنا عارفينه كلنا، وقبل كده كان معانا وبنشوف حلقاته، فالراجل بيستعرض برنامجه مبني على استعراض ما ياتي في الصحف، فكيف هو يكدر الامن العام؟ فيعني عموما في بلاغ جديد اتقدم ضد باسم يوسف، وانه يتحول لنيابه امن الدوله. استمرارا لمسلسل محاصرة الإعلاميين، تقدم أحمد عبد السلام بثلاثة بلاغات للمحامي العام الأول لنيابات استئناف المنصورة ضد باسم بتهمة إهانة أعضاء المكتب الفني للنائب العام، والإساءة لدولة باكستان كمان، والتسبب في توتر العلاقة بينها وبين مصر، والسخرية من فريضة الصلاة. وعلق باسم يوسف على البلاغ ده، قال لك إن هم عايزين يرهقونا نفسيا بدنيا ونفسيا وماليا. تمام. وكان في بعض التعليقات كده، ايه دخل نيابه الامن الدوله طوارئ او امن الدوله بالمواضيع اللي بتحصل دي كلها، لان دلوقتي اي تحويل بيتحول لنيابه امن الدوله العليا طوارئ او امن الدوله العليا. الحقيقه طبعا يعني الدعايه اللي بقول لحضراتكم، هو دفع 15000 جنيه، وبناء على 15000 جنيه دي كان في دعايه كبيره جدا، استضافته قناه السي ان ان، استضافته قناه باسم يوسف نفسه، استضافته قناه كنديه. خلينا نشوف مثلا كام ثانيه كده من الحوار اللي كان على قناه السي ان ان، حتى الشباب لما جم يعني يعملوا شير او ينشروا هذا اللقاء، قال لك يعني اتفرجوا على ازاي هو بيتكلم باتقان والاكسنت بتاعته بالنسبه للغه الانجليزيه، وان مفيش ناس كده مش هتعرف تتكلم بالطريقه دي. كان في خبر بيقول ان هو باكينام الشرقاوي كانت بتعمل مقابلات مع ثلاثه من الجامعه الامريكيه علشان يدوا دروس للرئيس محمد مرسي في اللغه الانجليزيه. الحقيقه ما اعرفش اذا كان الخبر ده صح ولا غلط، هل ده حساب صحيح او حساب مزور على تويتر، لكن الشباب كانوا ناشرينه الفتره اللي فاتت، والكل تساءل هو مش الرئيس محمد مرسي كان في امريكا فتره طويله، اولاد واخدين الجنسيه واخد الدكتوراه بتاعته من امريكا، فكيف هو لا
يتقن اللغة الإنجليزية. جزء من معلش زميلنا المخرج، أنا عايزين جزء بس من حوار سي إن إن وجزء من القناة الكندية يكونوا ورا بعض عشان برضو الناس تفهم إنه ب 15,000 جنيه اتعملت دعاية دولية لباسم يوسف. Welcome to the program. Thank you for joining me again. Thank you very much. Glad to be here. Basim, you have just undergone 5 hours of interrogation. What was it like? What did they ask you? Well, because what I present is visual, it's video, these are like episodes. So basically, we were going through the punchlines that were considered by others as an insult to the president or as some sort of being in contempt to the Islamic religion. So we were basically answering question line by line, phrase by phrase, and joke by joke. And how did they take it? I mean, look, Basim, the last time I interviewed you... ...than any politician. I'm an average guy watching the news. I'm just like trying to put it in my perspective. The fact that you are in comedy makes you a little bit more likable. But put me in politics for 7 days and people will hate me as much as the other people. Yusuf's anything but average. His funny story retold in the short cartoon that starts every show. He was a heart surgeon. طيب اعتقد احنا كده غطينا الموضوع تغطيه كامله جدا. خلينا ننقل بسرعه لعناوين اخبار طبيه مهمه. طبعا احنا قلنا البابا تودروس كان ترقص قداس بالكنيسه المعلقه واحتفاليه بذكرى ظهور السيده العذراء كان بالامس في الكنيسه العذراء بالزيتون. كمان بعد 40 عام من اخر زياره لقداسه البابا المتنيح مثلث الرحمات البابا شنوده، البابا تودروس يعلن عزمه زياره بابا الفاتيكان، وده كان اعلان بانه ان شاء الله هيكون في زياره للفاتيكان قريبه جدا، و ده كان أعلن عنه قداسة البابا تودروس إنه ده هيكون في موعد لم يتم تحديده بعد، لكن هيكون في زيارة قريبة. طلعنا امبارح كمان خبر عن هجوم سلفي على كنيسة عزبة فايز مسعد وتحطيم سيارات الكهنة. عدد من السلفيين هجموا على كنيسة عزبة فايز مسعد بمنطقة الصاوي. المحاولة دي كانت أثناء قيام الأنبا أغاصن أسقف مغاغة بإقامة القداس الإلهي هناك. حاولوا الاعتداء على من بداخل الكنيسة، الأمن تصدى لهم، فما كان منهم غير أن هم بدأوا أن هم يكسروا في العربيات اللي موجودة هناك. في كان خبر انتشر الفترة اللي فاتت عن انه في واحد يعني من تنظيم القاعدة كان بيقول قيادات حماس متورطة في تفجير كنيسة القديسين، والكلام ده كان أيمن فايد المستشار الإعلامي لتنظيم القاعدة سابقا بيقول انه بيمتلك معلومات زوده بها عناصر فلسطينية عن تورط حماس في حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية، وهنحاول في ده بالفيديو ممكن نعرضه الحلقة اللي جاية عشان بس احنا بتهيألي وقتنا قارب على الانتهاء. طيب كمان بلاغ طبعا كان من كنيسة القديسين للمخابرات العامة عشان يتم التحقيق في هذا الأمر. بالنسبة للطفل أبانوب كان بيقولوا أن الأمن حدد المتهمين بخطف الطفل من أمام الكنيسة. على فكرة أرجوكم كل المواقع والصفحات تنشر الصورة الحقيقية للطفل، لأن كان منتشر على صفحات تابعة للكنائس وصفحات كتيرة صورة تانية رمزية كانت باين من طفل من العراق أو من حاجة تانية على أنه هو ده الطفل أبانوب. دي الصورة الحقيقية للطفل أبانوب. توصلت أجهزة الأمن في القليوبية لمعلومات مهمة في حادث خطف الطفل أبانوب أشرف من أمام كنيسة الأنبا بولا في شبرا الخيمة. مصادر أمنية للمصري اليوم قالت أن المعلومات دي سوف تقودها القبض على الجناة خلال الساعات المقبلة. التحريات بتقول ان المتهمين لا تتجاوز اعمارهم 20 عام، ليسوا من ارباب السوابق باستثناء شخص واحد. السياره المستخدمه في الحادث كان مبلغ بسرقتها منذ فتره، وحددت اجهزه الامن اوصافها، وتبين ان صاحبها اللي كانت مسروقه منه العربيه اسمه ناصر فتحي من بهتيم. نظم مواطنون من اهالي شبرا الخيمه وقفه احتجاجيه امام اسم اول شبرا الخيمه في تمام الساعه 4 عصرا للتنديد بخطف الطفل من امام كنيسه الانبا بولا بشبرا الخيمه. طيب احنا دي كانت الاحداث. احنا عندنا برضو الخبر اللي قلناه المره اللي فاتت بالنسبه لموضوع اسرائيل انها بتتيح الهجره للمسيحيين. شباب من الاقباط قالوا ان هم هيتظاهروا يوم الجمعه الجايه امام السفاره الاسرائيليه اعتراضا على هذا الامر، وانه زج باسم الاقباط برضو في مشاكل سياسيه او اظهارهم ان هم خاينين لمصر، وده مش حقيقي. الحاجه الثانيه برضو 6 ابريل بتعلن عن وقفه عن تظاهره كبيره في جميع انحاء الجمهوريه يوم 6 ابريل، فاللي مسمينه انه بيقول لك ده الغضب اتي وقادم 6 ابريل جام حركة 6 إبريل يوم 6 إبريل، وتضامن مع هذه الدعوة كثير من الحقيقة القوى الثورية.
طبعا البلد زي ما انتم شايفين وزي ما احنا اتكلمنا في اشتعال. سوريا يمكن انا ما اتكلمتش خلال اليومين الماضيه، النهارده ما لحقتش ولا بالامس، لكن ما زالت امور كثيره بتحصل في سوريا وقتلى كل يوم والتاني، لكن في وعي كبير بانه هذا الجيش الحر فيه عناصر من القاعده، وانه هذا الجيش للاسف الشديد الحر هو اللي عناصر ارهابيه وبتكسر وبتحطم. واخر حاجه كانت قلعه حلب بانه في الارهابيون دخلوا الحي الشيخ مقصود ذو التعدديه الطائفه المعقده والمركبه وبداوا يقتلوا البنات والشباب السنيين والكرديين وكل ده. طبعا يعني ربنا يكون مع سوريا، ربنا يكون مع مصر، وان شاء الله يا رب يحل السلام والامان في كل ارجاء المسكونه. نلتقي بكم الجمعه ان شاء الله القادمه وحلقه جديده وما وراء الاحداث. الى اللقاء.